مساكم الله بالخير مشاهدينا وحلقة جديدة. أول شيء نقول لكم شو تقول رين دايما، بداية أسبوع سعيد عليكم مشاهدينا. يمكن أنا بالعادة يوم الأحد مش أنا اللي أفتتح معكم ولا أنا اللي أطلع عليكم، ولكن حبيت أقول لكم بداية أسبوع سعيد إن شاء الله يا رب، مليان بالإنجازات. وإيش غير الإنجازات؟ الإنجازات والأفراح وأشياء، كل الأشياء الحلوة يا لبنى. يعني في الآخر أكيد يعني حتكون حلقة حلوة منك أنت اللي افتتحتيها اليوم. يسعدك. إذن مشاهدينا يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج سيدتي، الكثير من الفقرات المتنوعة اللي راح نحكي عنها بالتفصيل مع المختصين وأكيد آخر الأخبار المتداولة. طبعا حلقتنا اليوم كالعادة مليئة بالضيوف وبالعناوين، خلينا نشوف أهمها. الفرق بين توثيق الزواج العادي والمسيار، سر انجذاب الرجل الوسيم للمرأة الغير جميلة، تأثير السوشيال ميديا على تربية الأبناء ودورها في هدم بعض الرواسخ التربوية، مواقف تثير عصبيتك وتؤثر على يومك. في أول أخبارنا اليوم، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أعربت فيه عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم. وهذا البيان يأتي امتداداً وتأكيداً لموقف المملكة الثابتة داعية لأهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والعنف. مؤخراً بنشوف كثير خلال السنوات الماضية إجمالاً دائماً المملكة العربية السعودية بتاخذ دور المهم والفعال في عملية التعايش ما بين الأديان، تقبل الطرف الآخر، نبذ الكراهية، دحر الإرهاب، الكثير من المواقف تكون بها العربية السعودية. ولهذا السبب تؤكد دائما زي ما حنا قاعدين نحترم أديان الأخرى السماوية، فلا بد أنه يتم كمان احترام ديننا الإسلامي. تعرفي رؤى، يمكن إحنا مرينا بحقبة زمنية كبيرة كان توجه لنا أصابع الاتهام أو باتهامنا بالتطرف وبالتشدد و أستغرب جدا، أستغرب ما يحدث إن إحنا كمسلمين وكعرب وعلى وجه الأخص حتى كسعوديين نمثل التعايش ونمثل قبول الاختلاف بطريقة جدا راقية. واللي أتفاجأ فيه الآن كثير من الجهات وكثير من حتى البلدان اللي كانت تدعي أن هي بلدان ودول متزنة تحارب التمييز وتحارب العنصرية وتحارب التطرف وتحارب التشدد، على أرض الواقع نشهد أن الأمور كل واحد في موقع آخر. ولكن الجميل رغم هذه التصرفات المسيئة اللي هي إحنا نتعرض لها، إلا أن إحنا بنقف موقف متزن، موقف سياسي واضح جدا، ما بنتهاون ولا بنقبل ولا نأخذ موقف معادي. هذا يدل على أن إحنا ناس تحترم حالها وتحترم الآخر، حتى وإن كان الآخر، أعتذر على هذا الوصف، حتى وإن كان الآخر متخلف. يعني في الآخر نقدر نقول أنه الدين الحنيف أصلا يحثنا على هذه أكيد. الأمور يعني في الآخر موضوع التعايش والتسامح مع اختلاف الأديان السماوية، هذه من أساسيات ديننا الحنيف. عموما خلينا نروح لخبر آخر وإلى حفل جوائز صناع الترفيه جوي أورد التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض أمس، وهي واحدة من الأحداث الاستثنائية والضخمة على مستوى المنطقة، وفيها يتم تكريم نجوم من أنحاء العالم على مختلف إنجازاتهم في كافة المجالات الترفيهية. بالأمس العاصمة السعودية كانت محط أنظار العالم أجمع. خلونا نتابع جانب من هذا الاحتفال مع زميلتنا عهود النفيعة في التقرير التالي. شيء جميل وشيء رائع حقيقة، ويثلج الصدر. يعني أنا فخور بوطني، فخور بجهود الشباب والقائمين على هذه الاحتفالية. نتوجه دائما بالشكر والتقدير لمعالي المستشار. حدث مهم جدا، وشايف ان هم من هيبة من
المهرجان هسميه مهرجانات المهمة جدا في الكام سنة اللي جايين دول، لو هي دي البداية، وشايف ان هي بداية متزامنة مع انطلاقة قوية جدا للسعودية. انا سعيد جدا بيها وفخورين جدا بيها، واحييهم او احييكم على الارادة والعزيمة اللي انتوا فيها في تحقيق مستقبل واعد وفي امل. حدث جميل، حدث كبير، حدث عالمي، تجمع هائل، شيء ولا بالخيال. انا منبهر جدا باللي حاصل ومبسوط وفرحان يعني، واتمنى ان شاء الله دايما المهرجان يبقى في ازدياد ودايما يبقى كبير كده وحاجه حلوه ان شاء الله يا رب باذن الله. والله انت اللي حلوه، انت اللي تجننين. هي بعد عمري شكرا لك، المهرجان حلو فيكم وبالفنانين العرب والعالميين، وهذه التجهيزات الحلوه وللسنه الثانيه هذا التقدير الرائع للفنانين شيء يونسنا ويفرحنا صراحه. والله احنا عندنا عيد بالنسبه لنا، ملتقى جميل، احنا فنانين خليجيين ايضا نلتقي مع اخواننا الفنانين العرب والعالميين، وايضا في مثل الاحتفاليه نقول ان في عندنا شباب سعودي خليجي عربي موجود، يعني الفنانين العرب لما يجون يلتقون يشوفون اشياء، الفنان السعودي، الفنان الكويتي، السعودي، الاماراتي، العماني، القطري، البحريني، العراقي، لازم يشوفوننا مثل ما احنا نتابعهم. اكيد مو غريبه على المملكه العربيه السعوديه، اهنيهم بهالانجازات الحلوه اللي قاعده تصير، فخورين اكيد احنا كفنانين عرب بالمملكه بالتطور اللي قاعد نشوفه. اتمنى لكم كل التوفيق يا رب، وشكرا اكيد معالي المستشار على دعم الكبير لنا الدائم كفنانين، واتوقع لها بعد اشياء يعني راح تكسر الدنيا. والله هو مو بعد على مستوى الوطن العربي، هو على مستوى عالمي، يعني سعيد انه يعني كل هذه الكوكبه موجوده على ارض بلدي، وانه في مهرجان مهم مثل جوي اوورد، وان شاء الله انه نشوف ثمار هذا التجمع باذن الله قريبا. يعني احنا ما شاء الله في تقدم، في ازدهار، نجومنا يستحقون الثقه، والحمد لله يا رب ان احنا مشرفين يا رب. احنا منافسين شرسين على فكره، لا يقللون مننا، بالعكس، فالتوفيق للجميع يا رب. يعني طبعا اليوم حدث كبير، بدنا نشكر المملكه العربيه السعوديه، وبدنا نشكر سعاده المستشار تركي آل الشيخ على هاللفته الحلوه وعلى هالجمعه الحلوه اللي مستقبله المع نجوم الفن بالوطن العربي والعالمي، فهذا حدث كبير اليوم نعتبره. حتروحي مني فين يا بدري؟ ما اقدرش، انا جيت اهو. مبسوطه طبعا، لان في نجوم بياخدوا نتيجه تعبهم، اللي هو التكريم ده اهم حاجه. ان احنا نبقى مجتمعين كلنا في مهرجان عالمي، بنشوف نجوم في دول مش هنعرف نشوفهم الا في مهرجان زي ده كده يجمعنا، وخصوصا لما الحدث ده يحصل هنا في السعوديه، فده شيء جميل جدا للعرب كله. والله حدث جميل، حدث متوقع طبعا من هيئه الترفيه، وطبعا هذه ثمار جهد معالي المستشار تركي آل الشيخ الله يطول عمره، تعب من أجل ذلك، ونشكره حنا من أجل ذلك. هذا الحدث صراحة حدث جدا مهم بالنسبة للعالم والعالم العربي، يعني جوي أوردز كل أحد يطمح أنه هو يكون عنده عمل مشارك فيه، وكمان أنه هو يفوز فيه، لكن الترشيح بحد ذاته بالنسبة لي فوز. التنظيم رائع، الجو جميل، كوكبة النجوم والأسماء اللي موجودة فيه عظيمة. فعلا يعني من احلى المناسبات والفعاليات اللي صارت عند المملكه العربيه السعوديه باستضافه الكثير من الفنانين في العالم اجمع. يمكن كلنا كنا بنتابع ونشوف هذه الاحتفاليه الاكثر من رائعه، تم فيها تكريم الكثير من الفنانين، سواء كان على مستوى التمثيل او حتى مستوى الغناء او حتى المستوى الرياضي، وكمان المؤثرين على السوشيال ميديا. انا تابعتها كامل امبارح من الى كنت سعيدة، كنت مبسوطة. أنت في نجوم وأسماء ما كنت تتخيل أنت تشوفيهم على أرض الرياض أو في المملكة، فكان الحدث أصلاً الجوي أورد أنا ما شفتها إن هي حدث ترفيهي، حدث فني، أنا بصراحة شفتها وكأنها حدث وطني يقدم المملكة العربية السعودية بهويتها الجديدة وتوجهها الجديد وجودة الحياة اللي فيها إلى العالم أجمع. كل النجوم اللي كانوا موجودين هم موجودين وشعوبهم وراهم،
صحيح. بيتابعوا الحفل، بيتابعوا فوزهم، بيتابعوا وتكريمهم. فأنت امبارح ما كنت فقط تتعاملي مع أسماء لامعة ونجوم فنية، أنت كنت تتعاملي مع شعوب العالم اللي بيشهدوا هذه الفعالية الجميلة. ما هذه النقطة عفوا لبنى اللي كنا نحكي عنها، أنه لما نقول عيون العالم أجمع كانت على العاصمة الرياض، هذا اللي حنا نقصده بالضبط. أكيد كل القائمين على هذا الحفل بهذه المعايير العالية، من معالي المستشار شوفي آل الشيخ لكل الجنود اللي تحت معالي المستشار، حتى يطلع الحفل بهذا المستوى وبهذا الرقي وبهذا الجمال، أكيد يعني حنا كثير مبسوطين وجدا سعيدين إنه هذه الصورة تنعكس للعالم. الحمد لله. وشفت السؤال كثير، كانوا كثير كل ما يمسكوا فنان أو فنانة سعودية ما كانوا يسألوا عن فنه، ما كانوا يسألوا عن أعماله، كان يسأل عن بلده. يا الله كانت الأسئلة جميلة وكانت الإجابات بصراحة أجمل. وكل الفنانين اللي كانوا سعوديين اللي كانوا موجودين يمكن كانوا خلينا أقول لك تناسوا أعمالهم وكأنهم هم فخورين وقاعدين يرحبوا بالناس. صحيح. ويرحبوا بزملائهم وكأنهم جايين في بيتهم. هذا الشعور جميل. أبغى أتكلم عن فقرة شفتها مبارح، أبهرت بالنجمتين سعاد عبد الله وحياة الفهد. الله. في الفقرة اللي قدمت كانت جميلة، كانت جميلة، وخاصة لما قالت الفنانة حياة الفهد أنا كان في شاب صغير يكتب لي شعر ويقطع الباب، قالت لها مين؟ قالت لها تركي آل الشيخ. الله. فكانت صراحة دخلة لطيفة وتكريم ألطف. كثير من النجوم اللي كانوا موجودين كمان اللي يمكن ما كرموا بطريقة تنفيذية إن هم أخذوا جوائز، أنتوا كرمتوا بوجودكم، كرمتوا باستضافتكم، كرمتوا وإحنا كرمنا بأنكم شرفتونا أيضاً وكنتوا موجودين، لأنه شهدت أسماء ضخمة وكبيرة يمكن لو أبدأ في اسم ما أنتهي. موجودين ما أخذوا التروفي أو ما أخذ أو ما طلعوا على الستيج، بس وجودكم في مسرح الجوي أورد يعني تكريماً لكم وتشريفاً أكيد لنا. كانت فقرة جميلة. طيب مشاهدينا أخذكم إلى خبر آخر. منذ فترة تناولنا خبر وسلوك أب سعودي في العراق حينما أهدى ابنته لأهل العراق جزاء حسن استقبالهم وكرم أخلاقهم، وبالطبع تفاعل المجتمع المحلي والحقوقي مع هذا التصرف وهذا السلوك. في الحقيقة يبدو أن القصة أبعاد أخرى سيرويها زميلنا فواز الأسلمي الذي زار المواطن سعود الضفيري في منزله بمحافظة حفر الباطن والتقى بابنته العنود. خلونا نتابع. أنا والله تفاجأت أصلاً ولا دريت عن التصوير هذا وتفاجأت، عرفت؟ وصراحة المقطع هذا يعني الناس دخلوا بالنوايا وفهموا على فسر الموضوع على كيفهم. هذه بنتي والحمد لله رب العالمين، والموقف مو هالشكل اللي صار، ولا كان ما حد يهدي ظناه ولا فكرت أصلاً بهالموضوع هذا كله، لكن هم فكروا عني وغردوا وكتبوا وانشروا الموضوع عني، يعني فسروها تفسير من عندهم، كل واحد ركب له موجة، وهذا ظلم من البداية. أنا كنت قاعد في فندق الشيراتون وقاعدين، وكانت البنت تلعب عندي باللوبي، فجأة جت تركض راحت برا. صح ولا لا؟ كنتي برا أنت لما طلعتي وجيتي تركضين، منو رجعتش؟ الشرطي؟ الأمن رجعوها، وجت خافت وجت خايفة جيتي صح؟ وجت تركض ومسكتها، قلت لها لا تعالي تعالي، وقاموا العالم ليش شافوها تبكي أول شيء ليش؟ قمت أنا عادي فجأة قلت لها هذه مو خايفة ولا شيء، ومسكتها وقلت هذه أنت خايفة، وسألتها قالت لا مو خايفة بس بطمنها، ولا كان الهدف لا هذه ولا على كرم ولا، وجزاهم الله خير هم كرماء وما قصروا معانا، لكن مو هذا الهدف. شوف ولا كان الأسلوب هذا ولا كان الظلم والإجحاض هذا، وتسببوا صراحة بلبلة وساؤلي وأنا وساؤل بنتي، كل واحد ظلمني. ها أنا راح أتخذ الإجراءات، وتم رصد كل التغريدات وكل مع التواصل الاجتماعي ومن قبل، وكلهم راح أتخذ فيهم الإجراءات القانونية، سواء أي إنسان، وحتى دخلوا في نوايانا ودخلوا حتى قالوا طلعوني من الإسلام. شوف طلعوني من الإسلام وطلعوني من وطنيتي، شوف طلعوني من وطنيتي، صارت الوطنية على اللهجات،
احنا الحمد لله شعب كبير، والمملكة العربية السعودية فينا من يسكن بالكويت، فينا من يسكن بالإمارات، فينا من يسكن بمصر، وفينا ورايحين الحمد لله وجايين ولا في أي حاجة، وكل واحد يحكم على نواياه، ما حد يهينها ولا هي إهانة للطفلة ولا أحد يهينها، لا أنا يا أبوها ولا خلقتي لي كي تهان. شوف الحمد لله حنا مسلمين وبلد إسلامي ويعلمنا معاملة الإسلام، وحنا كثير ما حد يهين طفلة أصلاً، ما توقع أن فيه عربي مسلم أو في ذرة إسلام يهين طفلة، هي أصلاً دلوعتي. والله أفهمك وما أفهمك، هذه عاداتنا وتقاليد نحن نفهمها بيننا وبين بعض، لكن لما تروح تسويها وبطريقة وتتصور وتتدائق، وإحنا الناس قاعدة وسبحان الله إحنا فاهمين بعضينا داخليا ونفهم إنك ما تقصد، ونفهم إن هذا من باب الكرم ويعني المبالغة في الكرم، كل هذا مفهوم، لكن يا أخي لا تخلوا الناس تمسك علينا مماسك، لا تخلوا العالم يمسك علينا مماسك. قوموك وقعدوك وقالوا بنته وبنته والحقوقيين وحقوق الإنسان، قامت وقعدت، إيش عليك في هالكلام؟ ليه نحط حالنا في هالمواقف؟ حتى الكرم القديم ما يصلح الحين، يعني ما يصلح أقول لا والله هذه بنتي وخذها زي ما شفنا في المقطع. يعني أنا لما شفت المقطع يعني عتبت عليه، أكيد ما حد يهدي بنته وما حد يهدي ضناه، وكل الكلام الجميل اللي أنت قلته في المقطع في هذا التقرير ما يعفيك من أنك خطأت، ما يعفيك أنك طلعت بطريقة ما تناسبك أنت كشخص أولا، ولا تناسب البنوت العنود الجميلة، ولا تناسب المجتمع، ولا تناسب ثقافتنا الحين. العالم كله علينا تونا نقول الجوي أورد، والعالم يطالعنا وطالع من عندنا واحد يقول هالكلام. شوفي لبنى، خلينا نتفق على شغلة في البداية، أنه السوشيال ميديا ما ترحم، وفي كثير من الفيديوهات يتم اقتصاصها أو أخذها بطريقة معينة ويكون، وانت طبعا ست العارفين في هذا الموضوع. أنا والله اي اقصد انه ممكن يعني اول فيديو كلمه واحده تتغير تتحرف، السوشيال ميديا تويتر تحديدا ساحه الحرب المفتوحه هذه طيب ما ترحم، يتم تفسيرها وتاويلها وتقويلها باشياء ما كانت بالمعنى الحقيقي، تمام؟ بغض النظر عن التصرف، انا بصراحه يعني من برنامج سيتي تحديدا دائما نقول انه احنا دائما عندنا المصداقيه العاليه، ولهذا السبب كان في دور لابو العنود انه هو يكون له حق الرد او حتى يفسر وش اللي صار. صحيح. واي احد من حقه انه هو يفسر لما يفهم بطريقه تكون غير صحيحه. شك قاعده تطلعيني. شكرا، عاجبك شعري اليوم؟ الله يصلحك يا لبنى. يا جماعه احنا نتفاهم مع بعض على الهواء، احنا فاهمين بعض. الله يسعدك. عموما يعني هالبنوت الجميلة العنود الله يحفظها ويخليها لك، ونرجع نقول حق أي إنسان يكون لحق الرد، وكمان أنه هو يفسر المعنى والمغزى والموقف الحقيقي اللي صار. طبعا الجميل إحنا في سيدتي على فكرة دائما محايدين، يمكن كثير يتهمونا بتحيزات معينة، لكن لا، إحنا أي خبر يطلع ويتواصل معنا صاحبه له حق الرد، احنا نتواصل وهم يتواصلوا، واحيانا حتى احنا نجتهد عشان نوصل وما نوصل، لما هو يطلب انه هو ابوابنا مفتوحه دائما. صحيح. احنا عباره عن نسلط الضوء على التداولات، لا نميل يمينا ولا نميل يسارا، اللي يبغى حق الرد اي خبر يطلع، فاحنا دائما سيدتي تحفظ حق الناس في حق ردها وفي حق توضيح اكيد مواقفها. خلينا كمان يا لبنى، عفوا لا لبنى، لا 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 ما وافقت. نروح لخبر ثاني. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة نائب وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود مع الفنان العالم المتخصص في الفن الجرافيتي السيد، ورسم جدارية في مدينة العلا. هذه العلا اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا أسميها مدينة السحر والجمال والأشياء، يعني سبحان الله بلد غريبة، غريبة جدا، دائما ملفتة، تستقطب الكثير من السياح، هي بحد ذاتها لوحة فنية فعليا، يعني هذه العلا حلم حياتي، ان شاء الله باذن الله لي زياره عظيمه هناك. هي قالت من فتره لو تذكرون لنا زياره هناك، ما قالت لي زياره هناك. والله شوفها قاعده بتختصر علي، قاعده سبحان الله، كانت كنا بعدين صرنا نحن بعدين صرت انا. قاعد يصير معك عمتي؟ باخذك معي والله لو سمحت، باخذك معي. اذا كذا وصلنا لنهايه جولتنا الاخباريه، مشاهدينا بنطلع فاصل قصير من بعد نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل، الفرق بين توثيق الزواج العادي والمسيار.
كثير من الزوجات يقبلوا أن يكون زواجهم زواج مسيار، لأنه زواج صحيح أمام شهود وأيضاً من دون أنكحة وأيضاً مرخص، لكن يغفلوا عن أمور مهمة ويمكن حتى أنهم يتنازلوا عن حقوقهم. خلونا نتكلم أكثر حول توثيق هذا الزواج قانونياً مع المحامية أفنان الحنطي. أهلا وسهلا بك، نورتينا أستاذة أفنان. أهلا وسهلا. من الناحية القانونية والنظامية نبغى نفهم وش هو الفرق ما بين الزواج الشرعي اللي كنا نعرفه وزواج المسيار. طيب قبل ما ندخل بالتفاصيل، مبدئيا نظاما وقانونا ما في أنواع للزواج، هو عقد زواج واحد. ما في أنواع، التصنيفات التسميات هذه كلها اتفاقات رضائية ما بين الأطراف، لكن هل في عقد زواج بعنوانه مسيار أو عنوانه سر أو عنوانه زواج عادي؟ ما في، وعقد زواج واحد يتوثق من مأذون أنكحة مرخص من وزارة العدل، تلقائيا يسجل في النظام الأبشر الأحوال المدنية، هو زواج واحد فقط. سؤالي بطريقة أخرى، يمكن مرة ثانية هرجع لزواج المسيار وطريقة الزواج. ما قلنا شيء، العقد واحد، لكن ليه يميلون له في بعض الأحيان إذا هو زواج واحد، إذا هو العقد واحد، ليش يروح الزوج يقول للزوجة إحنا هنتزوج مسيار ويروح هل المأذون هو اللي يعقد أم هو أشبه بزواجات بمسميات أخرى في مجتمعات أخرى؟ كيف أعرف إن هذا مسيار مش زواج ثاني، وإيش الفرق بينه؟ طيب أول شيء مبدئيا التقسيم الأول إن الزواج الموثق من مأذون أنكحة عند وزارة العدل مرخص من وزارة العدل هو زواج واحد. طيب هل المسيار ما يوثق؟ إذا في ناس ما توثق زواجها فهذا أمر ثاني، إذا وثق فهو زواج. سامحيني عشان أفهمك أكثر، أنت قلتي إذا في ناس ثانية ما توثق، هو إيش الطريقة الثانية إذا ما كان عند مأذون أنكحة؟ وإيش طيب الطريقة الثانية؟ طيب أنا بقولك شغلة جدا مهمة، كثير يجوني يسألوني في اثنين متزوجين زواج مو مسجل نظاما، وين مسجل؟ طيب مو مسجل، فهل علاقتهم محرمة؟ هل غير شرعية؟ هل أبنائهم غير شرعيين؟ هنا على حسب هل زواجهم شرعي مكتمل الأركان والشروط الشرعية ولا مو مكتمل الأركان والشروط الشرعية. تتكلم أني أنا جبت ابن الناس وجاني وكتبنا ورقة بيننا وبين بعض، وأخوي شهد وأبوي شهد وأخوه شهد وأبوه شهد، وأخذت المهر، بس الورقة هذه ورقة كراسة رسم. بالضبط. تمام؟ هذا زواج مكتمل شرعي. الأركان مكتمل الأركان والشروط شرعاً، ما يشبه الزواج العرفي في مجتمعات أخرى؟ شوفي اتركي المسميات، للمسميات هو زواج شرعاً اكتملت أركانه وشروطه فهو زواج صحيح، لكن لم يوثق في النظام. هنا من جانب الحلال والحرام، أنت أمام الله زوجة لكن ما وثقتي نظاماً، وهذه تصير كثير سابقاً قبل التوثيق الإلكتروني اللي يتزوج أو حتى اليوم اللي يتزوجون برا، مبتعثين يتزوجوا برا بعدين لما جو السعودية وثقوا زواجهم، فتنطبق عليهم ممكن نفس الوضع. أو اللي هنا هل ممكن تكون عند محامي، يعني أخذ هذا الرجل ونروح عند محامي والمحامي يشهد وأنه هذا تم العقد في مكتب محامي؟ هذا الزواج شرعا حصل نظاما غير مسجل. هل تطولك مساءلة أو هو تطول مساءلة هذه علاقة غير شرعية؟ لا، تطولك مساءلة أنه زواج غير مسجل بالنظام. هذا النوع من الزواجات موجود في السعودية اللي أنا أروح أتزوج في مكتب محامي؟ موجود. طيب نبغى نرجع لموضوع الزواج اللي هو المسيار والفرق ما بينه وما بين الزواج الشرعي من ناحية الشروط. يعني زي ما قلتي هو اتفاق ما بين الطرفين، لكن هل في شروط معينة تختص بالزواج زواج المسيار؟ يعني احنا مثلا المتعارف عليه انه يسير عليها، ما لها في السكن، ماله في السكن، ماله في النفقة، وهذه الأشياء، هل هذا من ضمن الشروط ولا هذا بالتراضي؟ هو ما هو بشروط مكتوبة، عقد نموذج، أنت وافقتي على مسيار بالتالي معناته الشروط المسيار أن أنت ما عندك نفقة، ما عندك سكن، ما عندك حق بالإنجاب، لا، هذا اتفاق ما بيناتكم مو مكتوب. فخليني بقولك مثال، حصل واحدة من قريباتك قررت تتزوج سر مقبول اجتماعيا، لكن حتتزوج مسيار مرفوض اجتماعيا، ليش؟ للمسمى، لكن لما حندخل للتفصيل الدقيق بهالعلاقة وبهالعاقة حلاقيها أنها ممكن متقاربة. الآن في كثير 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 من الأسر تلاقين أن المرأة تنفق على نفسها وعلى بيتها، أنت موظفة أصرفي على نفسك، طيب مو أنتم كنتوا تقولون أن المسيار أسقطت حقها بالنفقة؟ طب هنا ما أخذت نفقة، يعني صار زواجها مسيار؟ لا، ما صار مسيار. طب تقولك لا مسيار بس ما حد يدري،
المسيار ما له علاقة بأنه ما حد يدري، بالعكس فكرة المسيار الأساسية لو نبي نشوف تاريخ نشوء هالنوع من الزواج بالتاريخ بأنه رجل يسير عليها. ليش يسير عليها؟ ما بيحتاج هي الزواج، ولكن حماية لها بأنه في رجال بحياتها يحميها من أطماع الناس اللي حولها. ففكرته الإعلان ما هي فكرته السر. إذا صار في إذا صار بيدخل وما حد يدري عنه، أنت فات العلة الأساسية أصلاً. طب كيف تغير يعني صورة الزواج، زواج المسيار، من الصورة الحقيقية أو الهدف منه أساساً فيها إشهار بالضبط إلى الصورة الحالية اللي إحنا نقول لا فيها سر، وهو بس يسير عليها وما في بيت، والمبيت مدريش صاير عليه على كيف يعني متى ما هذا كل أسبوع مرة، ونفقة ما في وخلفة ما تخلف. ليش تغيرت الصورة؟ تسمحي لي أضيف رؤى؟ أي تفضل. الآن الطريقة الجديدة للمسيار يا ريت يسير عليها. أنا حاجز في الأوتيل الفلاني، يجب أمر عليك أخذك بالسيارة ونطلع على الأوتيل وأرجعك. بالضبط. صورة للزواج يعني في منتهى الغلط. طب أنا بقول كلمة يمكن مفروض ما أقولها، لكن المسيار لو نبي نشوف إلى فترة قريبة 20 سنة سابقة كانت فكرة المسيار أنه ما في نفقة، بينما اليوم المسيار هو أهم أهدافه المادة، صار أكثر جدوى مادية من الزواج العادي. بالضبط. فإيش اللي اختلف؟ يعني المسمى واحد، لكن حنا على حسب رغباتنا، على حسب ظروفنا، قاعدين نحط شروط، لكن نفس الاسم لا يختلف. يعني خليني أقول لك مثال، أنا مبتعثة أدرس برا السعودية، وزوجي لا موظف ما يقدر ينتقل للسكن معي، ففي الإجازات يجي ويرجع. أنا عندي راتبي من العمل وعندي من البعثة، والحياة متطلباتها كثيرة، وإحنا متفقين على أنه كل واحد يصرف على نفسه. هذا ما يشبه المسيار، لكن هو زواج عادي، لكن المسمى حسسني بالإهانة. صحيح. فهو على اختلاف انت وش اتفاقاتكم انتم وش ظروفكم. خليني افهم منك اكثر، كونك انت في اقرب مننا في هذا المجال، وانا هذا دائما التساؤل عندي. اذا هو زواج برضا الطرفين وهي راضيه وهو راضي، ليه ماخوذ في مجتمعاتنا على محمل مهين وتتباين فيه المواقف؟ يعني يمكن تحت الهواء كنا نتكلم، خاصه في 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 مجتمعات الرجال، لما تتكلمي مع رجل عن زواج المسيار يمكن يكون مؤيد ويتفهم وايوه ويحل، وعشان بنتنا عشان نعفها عشان نصرف عليها. لكن ترجعي تسالي، هل تقبل اختك تتزوج مسيار؟ هل تقبل بنتك تتزوج مسيار؟ لا، ما دام هو موجود وميسر ومذلل وعفت، ليه التباين من وجهه نظرك؟ ليه ماخوذه على انه مهين؟ لانه اختلف تعاطينا معه في الوقت الحالي. يعني لو تبي تشوفين المدة الزمنية لزواج المسيار أصبحت جدا قصيرة، فصار يغلب عليها شكل عدم الجدية، عدم الالتزام والجدية. أي. فتلاقين البنت نفسها أو الشاب نفسه تزوج مسيار خلال سنتين 7-8 مرات. يا ساتر يا ساتر يا رب. فهذا إيش معناته؟ فهذا يعطي صورة أن العلاقة غير جدية، وأنها مجرد شرعنة لرغبات رغبات. فهذا اللي يخلي شعورك تجاهها أنها إهانة لنفسك، أو حتى هو شعوره تجاهها ما يقبلها على أحد أفراد أسرته، ولكن يبررها لنفسه بأنها شرعا جائزة. الرجال غير المرأة في المجتمع. أستاذ أفنان، أبغى أسألك يعني بحكم مجالك وتخصصك، إيش هي أكثر المشكلات اللي تجهلها المرأة، أو خلينا نقول كلا الطرفين عشان يقول إحنا متحاملين كمان على الرجل، تجيكي بسبب المشكلات اللي تجيكي بسبب زواج المسيار، أو من وراء الجهل ببعض الأنظمة والقوانين بما يخص زواج المسيار؟ طيب، أهم شيء أكبر مشكلة تنشأ اللي هي الإنجاب، لأنه زي ما قلتي للمرأة وللرجال إذا كانوا متفقين على عدم الإنجاب وحطتوا أمام الأمر الواقع، فهنا حيصير الخلاف. فطبعا تسجيل الأبناء أكيد حيسجلون نظاما، إذا الزواج موثق نظاما، وإذا مو موثق نظاما فهي حتقدر تثبت هذا الزواج. بطريقتين، الطريقة الأولى إذا كانوا الطرفين كلهم راضين ولكن عندهم مشكلة فقط في تسجيله، فهي عن طريق الدوائر الإنهائية بشكل رضائي. أما إذا كان لا في خلاف، أحد الأطراف رافض أنه يسجل هذا الزواج، فعن طريق الدوائر القضائية، يعني دعوة في المحكمة إثبات نكاح. أنا حقدم كل ما يثبت أنه زواجي شرعي، حيثبت نظاما.
خليني أدخل معك تفصيلي شوي في هالموضوع عشان بس النساء تفهم أكثر. أنا تزوجت رجل واتفقنا ورحنا وسوينا ورقتين كراسة رسم جبناها وكتبنا عليها العقد. بس مو بس كراسة رسم، لازم الأركان والشروط اللي هي في شهود وفي مهر يعني على حسب الاختلاف، شيء ركن وشيء شرط. الشهود كان أخوي وأخوي مسافر، وكان أبوي وأبوي توفى، وهو أهله ما هيجوا يشهدوا، والورقة مش معي. خلاص كيف هتثبت؟ إيش الثبوتيات الثانية اللي ممكن تحتاج إن هي تعرفها أكثر؟ أنت وشطارتك، وكل حالة تختلف عن الأخرى بظروفها. رسائل الواتساب والأشياء تثبت؟ تؤخذ في هذه الحالات؟ الرسائل إثبات، ولكن على حسب أنت تثبتين إيش؟ تثبتين ركن ولا تثبتين شرط؟ تثبتين إقراره ولا تثبتين موافقتك؟ أوكي. يختلف. ذكرتي قبل شوية أستاذ أفدان أنه في بسبب بعض الحالات أنه يتم الزواج من أجنبية يعني سعودية خارج المملكة العربية السعودية، وأحضرها بتأشيرة، أي تأشيرة زيارة سياحة وغيرها. يعني برأيك كيف ممكن هذا الزواج ما يواجه مشكلة؟ يعني لو تزوج بالخارج وجاب زوجته بتأشيرة غير أنها هي زوجته، إيش المشاكل اللي ممكن تواجهه وكيف ممكن يعدل الوضع؟ هذه أو أكثر استشارة تجيني أن الزوجة الأولى لهذا الرجل عرفت بهذا الزواج فقررت الانتقام، فتبي تبلغ عليهم بأنهم على علاقة غير شرعية، وهذا غير صحيح. هم متزوجين بزواج غير مسجل نظاما، فحطوا له مساءلة لأنه الزواج من أجنبية يتطلب موافقة، راح ياخذ العقوبة اللازمة لذلك. ممكن يكون من الأشخاص اللي ممنوع عليه أصلاً أنه يتزوج بأجنبية، لكن لا يعني ذلك أنه راح يتحمل تبعات علاقة محرمة، لأنه الزواج شرعي ولكن غير موثق. طبعاً إذا كان الموضوع فيه إنجاب فحيختلف تعاطي القضاء معه. إذا كان هذا الزواج مثلاً باطل أو غير صحيح، في تفريق كبير شرعي ما بينهم. يتهم زواج المسيار انه المراه لا ترث فيه، على حد علمي ما اعرف اذا هذا كذا، لكن هذا المتداول حوله انه المراه لا ترث، انه بعد يعني تزوجت وما زالت في يعني في الفتره المتزوج وتوفى الزوج لا يحق لها الورث. هل هذا الكلام دقيق؟ لا، شوفي هذا الكلام غير صحيح. الزواج واحد، حقوقك كامله فيه، إلا إذا أنت اتفقتي رضائياً مع الطرف الثاني في عقد النكاح على التنازل عن أمور معينة، تنازلتي عن النفقة، تنازلتي عن أنك تلزمينه بحقك بكذا وكذا، لكن الأمور الشرعية اللي لا تملكين التنازل عنها أو هو لا يملكك أن يحرمك منها، هي حقك وواجبة. وفي بعض الأمور حتى لو تنازلتي عنها، حتى لو تنازلتي عنها تقدرين تتراجعين لأنها حقك. إيش اللي حصل من انتشار هذه الأفكار المغلوطة؟ إن بعض الدول العربية عندها أنظمة مختلفة، مثل إحنا عندنا نسمع إذا خلعتي معناتها تفقدين حقوقك، غير صحيح. إحنا عندنا ما في إذا خلعتي، إذا خلعتي حقوقك كاملة يقولك تعطي للرجال عشان هو يخلع، تعطي مهره. لا، المهر هم مفهومهم عن السكن، النفقة، الحضانة، لا ما له علاقة. طريقة انتهاء العلاقة الزوجية ما لها علاقة بحقوقك بعد انتهاء العلاقة الزوجية. يعني معتقدين أنها تخلع بمعنى لا تحضن، لا تأخذ سكن للمحضونين، لا تأخذ نفقة، ما لها علاقة. عشان كذا ما يلجأوا للخلع. يمكن الخلع فكرته فقط في رد المهر فقط، هذا الاختلاف الوحيد، أو اشتراط موافقة الزوج على المخالعة. نفس الشيء عندنا، اشترط موافقة الزوج أنه ينخلع؟ هل المرأة يشترط أنها توافق أنها تتطلق؟ ولا هذا شرعاً؟ شرعاً. شرعاً أنه أنا عشان أخلعه لازم هو لازم يوافق. لازم ينطق. لا، أنه موافق. أي بس أنت عندك خيار ثاني، عندك فسخ نكاح. أوكي، شو الفرق؟ طيب. فسخ النكاح يختلف عن الخلع. فسخ النكاح ممكن يكون بعوض أو بدون عوض. لكن لا يشترط موافقته، بينما الخلع يشترط موافقته. في أنظمة في دول عربية مجاورة بسبب زي ما قلت لك ضياع التسميات، عندنا تسميات مجتمعية مي موجودة هي في النظام، فصارت هذه اللخبطة. فإحنا خلطنا ما بين المسيار والعرفي. نعم صحيح. لا، إحنا عندنا لا، المسيار تسمية، شروطنا الرضائية ممكن تكون حتى في زواج ما هو تسميته مسيار. والعرفي في الدول الأخرى ما يطلب شهود، ما يطلب إشهار، هي ورقة بين اثنين وكان الله غفور رحيم.
فهو ما عندي فكرة عن تفاصيلها، ولكن السبب بانتشار هذه المفاهيم المغلوطة هي أنظمة أخرى لدول مجاورة صارت ما تتواجد عندنا مع الانفتاح والعولمة وتقارب العالم، صرنا نقارن ونفهم غلط. خلينا نروح لموضوع حساس شوي، يعني صاير وسمعنا قصص كثيرة عنها، إنه تكون في عاملة منزلية متزوجة من رب الأسرة، وطبعا يكون في صداق أو مؤخر ويتوفى، بعدين تيجي الطالب هي بحقها الشرعي، كيف يتم إثبات ذلك إن هي فعلا كانت زوجة؟ إذا زواجها شرعي وليس نظامي فأول خطوة عندها إنها تطلب إثبات هذا الزواج. إذا ثبت هذا الزواج نظاما فلها حق المطالبة بكل حقوقها. أحلى شيء أنه عندنا في المملكة العربية السعودية، ومن أهم الأشياء بصراحة، أنها تكفل حق الجميع. أهم نقطتين أن عندنا الحمد لله يا رب دولة عظيمة، نظام عظيم مستند طبعا على شرع شامل ومتكامل، بأن المحاكم عندنا في السعودية تنظر لجميع أنواع القضايا، سواء هم من ديانات أخرى أو من جنسيات أخرى، طالما مقيمين على أراضيها فمن حقهم الترافع في محاكمنا وفق أنظمتنا. ومن حقهم العدالة أكيد، وفي طبعا أكيد الجميل عندنا هنا مؤمنين جدا في النظام العدلي بالسعودية، ومن يعني ومحظوظين فيه، والله واعتبرها من النعم اللي هنا. طبعا أستاذ أفنان، احنا يعني من خلال صوتك نؤكد على كل السيدات وثقي عقد القرن، طبعا بد ان يوثق سواء كان شرعي، ان شاء الله ان كلها شرعية، فلا بد من التوثيق، لا تكتفي فقط بورقة كراسة الرسم او ورقة طبعاً. مكتب المحامي، يعني افدتينا جدا، أتمنى كمان يكونوا كل السادة المشاهدين والمشاهدات استفادوا من طرحك اليوم. شكرا جزيلا على وجودك. شكرا معنا. تشرفت فيكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا مشاهدينا، فاصل قصير ومكملين. بعد الفاصل سر انجذاب الرجل الوسيم للمرأة الغير جميلة. يقولون الرجل الوسيم حلم كل البنات. حلمك؟ أكيد يعني وسيم وابن حلال. وابن حلال عشان نكون بس في منتهى الدقة. ولكن البعض يلاحظ ارتباط الرجال الوسيمين بنساء، يمكن أنا ضد هذه الكلمة أن احنا نقول نساء مش جميلات، لأنك زي ما تفضلتي قلتي كل النساء جميلات، لكن خلينا نقول أنه رجل مرة وسيم، مرة وسيم، وسيدة على قدر من الذكاء والرقي، ولكن الجمال الشكلي لم يكن بنفس هذا الزوج. تبدأ التساؤلات على المعايير اللي يختار فيها الرجل الارتباط بشريكة حياته، هل هي المعايير شكلية أم لا؟ أم أن عامل الحب كان أكبر وأقوى؟ راح نتكلم في هذا الموضوع مع ضيفنا عبر سكايب الأستاذ أحمد المحمدي، مستشار أسري واجتماعي. مساك الله بالخير أستاذ أحمد. مساء النور والسرور، حياكم جميعا، فرصة سعيدة أكون متواجد على القناة الجميلة الرائعة هذه. حياك أستاذ. إحنا أسعد أستاذ أحمد، أتخيل المشاهدات كذا قاعدين حاطين يدهم على خدهم وقاعدين يتأملوا هذه الفقرة، وهيكونوا كلهم أذان صاغية. هل هذا الاتهام حقيقي أن الرجل الوسيم ينجذب إلى امرأة، ما أبغى أقول غير جميلة، ولكن خلينا نقول امرأة مش جذابة، امرأة عادية خشمها مش صغنون وشفايف، يعني امرأة جميلة بشكل آخر، هل هذه قاعدة حقيقية؟ لا يوجد هناك قاعدة يمكن تعميمها بشكل عام، يعني خاصة أن الزواج إرادة وقسمة ونصيب، ولا يمكن أن نجد هنالك شيء واقع يعني مثبت فعلا أن الرجل الأكثر وسامة دائما يكون حظه جميل، أو غير حظه يكون عفوا يكون حظه غير يعني بذاك المستوى بارتباطه مع فتاة قد تكون أقل منه في الوسامة. طبعا هذه معايير، حتى معايير الجمال تختلف من شخص إلى آخر، من امرأة إلى أخرى، من طموحاتك في الجمال، رؤيتك للجمال، الزاوية التي تنظر لها بجمال الشكل، الأشياء كثيرة. طبعا كلمة جمال ترى بشكل عام يعني لا يمكن تحييدها ووضعها داخل إطار محدد. طيب. الجمال طبعا له محاور كثيرة، أنا أرى بعض الأشياء جميلة قد يراها بعض الآخرين أن تكون متوسط الجمال. ما على خلاف أستاذ أحمد، الجمال هي مسألة نسبية تختلف النظرة من شخص إلى آخر، ولكن نتفق أنه في معايير معينة للوسامة وبعض السمات للمرأة اللي تعتبر فائقة الجمال، تمام، وفي ناس عاديين
خلينا نتفق على هذا الأساس عشان نقدر يعني ندخل كمان في باقي المحاور معك. أستاذ أحمد، يمكن قلت ما في شيء مثبت دراسياً أبحاث، إيه ما عليه خلاف، لكن واقعين اللي بنشوفه أنه في كثير من الرجال اللي يكونوا فائقي الوسامة تمام يلتفتوا للسيدات اللي يكون جمالهم عادي. برأيك هل هذا لي أسباب ما بسميها نفسية، إنما هو يشبع ذاته ورجولته ويحب أنه يضيف القيمة الذاتية أو يرفع القيمة الذاتية بشعوره أنه أجمل من هذه السيدة؟ وإذا نظر لهذه الزاوية وركز على هذه النقطة، ممكن أنا أجد بعض الناس الأكثر وسامة، نتكلم عن فئة معينة طبعا الوسيم نعم. أو فوق درجة معينة من الوسامة، ممكن يركز على هذه النقطة، يبدأ في خياراته أن أنا أختار شريكة حياتي بحيث تكون غير منافسة لي في هذا المجال اللي أنا تميزت فيه. فبالتالي ينظر لزوايا أخرى، ولكن بالجمال يجد أنه يفضل مثلا أن تكون المرأة إن لم تكن بنفس المستوى تكون أقل وسامة منه. يعني افهم منك استاذ احمد في هذا الفيلم، افهم منك انك يعني خليني بس استوقفتني التحليل انه الرجل الوسيم يدور على واحده ما تاخذ منه الجاذبيه حقته والناس يطالعوه، يبقى يظل هو اللي تحت الضوء، ما يكون في تنافس خاصه اذا كان داخل المجتمع. والله هذا مشكله، ما يكون في هذه مشكله موجوده، لكن يعني احنا ما نركز عليه بشكل عام لانه ما نتطرق لهذه النقطه. هي محور حديثنا يا استاذ احمد، انا هذه النقطه اللي أبغى أتكلم عن هي محور الحديث. شفت هذا الرجل، اسمح لي، هذا الرجل الوسيم اللي يبحث عن امرأة عادية حتى لا تنافسه، كلمنا عن تركيبته الشخصية. التركيبة الشخصية لهذه النوعية من الناس الذين يرى أنهم الأفضل في مجال الجمال تمام، لا يبحثون دائما عن شيء يزعجهم من هذه الزاوية، لا يبحثون عن منافس. عندما أطمن أنا وأتأكد أني أنا وسيم، أنا في المقدمة، أنا في الدرجة الأولى، يبدأ يتفرق لأشياء أخرى. لكن المجال هذا دائما يبحث أن يكون أقل درجة منه وأقل وسامة، بحيث لا يكون هناك مقارنة، خاصة إحنا مجتمعاتنا إحنا الآن تقارن ما شاء الله فلان وسيم جدا وأخذ زوجة أكثر منه وسامة، يبدأ عملية التنافس. لكن لما يكون فلان وسيم جدا ولكن زوجته على درجة متوسطة من إيش؟ من الجمال، يريحه نفسيا، الراحه النفسيه هذه قد تكون منبعها من الداخل، قناعات عنده هو او قناعات حول من يختار له في الزواج من الناس الذين تم طبعا اختياره. طبعا مراحل الاختيار في الزواج من بدايتها تكون الجمال او النظره الاولى هي الباب والبوابه الاولى لاختيار شريكه الحياه. عندما يكون الرجل وسيم جدا قد يركز على هذه النقطه، ان تكون زوجته اقل وسامه او في مستوى معين ومحدد لا يمكن ان تتجاوز عنده بالنسبه لجمالها، لأنوثتها، حضورها، كاريزمتها، تكون اقل من المستوى التي هو يرى انه اعلى منها. والله يا استاذ احمد خليني اقول لك شغله كذا يعني بقولها بصريح العباره، بصريح العباره صراحه الرجل الوسيم بلشة، والله انه بلشة. يعني ان كان بهالنفسيه يجيني رجل وسيم ويقعد ينافسني ليه يبا؟ الحين يلا نافس البنات ومن هنا اروح اجيب لي رجاله دخل حياتي وسيم يقعد ينافسني انا احلى ولا هو احلى؟ هذه بلشة والله العظيم. يعني ان كان هذه تركيبته، يعني هذا معناته انه كل شاب وسيم عقله على قد حاله ما قاعد يفكر. وانا ارى الان صراحه انه صحح لي اذا كان الرجال الوسيمين يدورون على بنات اقل منهم عشان ما تنافسوا، انا اشوف البنات الحين ما صاروا يدورون على الرجل الوسيم، صاروا يدورون على الرجل الكاش. البنت الحين تبي تامن حالها، الوسيم هذا اتفرج عليه في السوشيال ميديا، اشوفه كمشهور ولا اشوفه كفنان ولا اشوفه كممثل ولا اشوفه كمغني، اما اخذه زوج ما اتوقع البنات صارت تفكر كذا. صحح لي. والله انا ممكن اكون معك بنسبه كبيره عاليه جدا، يعني انا وانت تقريبا تسرقت الفكره الموجوده الان. الان مجتمعنا حاليا هل يركز على هذه النقطه اني ابحث انا كزوجه اقل مني جمال، او المراه تبحث على رجل بحيث يكون يعني على قولهم اكثر جاذبيه وطغيان في الجمال؟ لا، ان كان موجود فعلا، ولكن على قولك المراه تبحث الان على الرجل العاقل، الرجل الوسيم في المقدمه تمام، ولكن الرجل العاقل الذي يعي ويقدر الحياه الزوجيه تمام، الرجل الذي له حضور. يعني ليس شرط ان يكون جمال الوجه، قد يكون في ذكائه، في شخصيته، في تعامله مع الامور باتزان الماديه، من ناحيه الماديه الحاله الاقتصاديه له اذا كانت حاله جيده. طبعا ترى من المؤشرات في البدايه، احنا مجال الاستشارات الاسريه حينما تتقدم او شو يتقدم رجل لفتاه يسالون عنه اول حاجه هل هو وسيم او لا؟ لا، بيسالون عن وضعه الاجتماعي تمام، عن
مدى قدرته على فتح البيت، ثم والمهم جدا أخلاقه، تعامله مع الناس ومعطياته، مع تعامله مع الأحداث، هل هو إنسان واعي بحيث أنه يستطيع أن يستمر في العطاء وبناء حياة أسرية ناجحة. الوسامة لابد أن تكون موجودة من البداية. ليش لماذا وضعت النظرة الشرعية في بداية الزواج؟ صحيح. لماذا؟ حتى أقدر أستطيع بوابة الدخول، هل هذا الرجل أنا أستطيع أن أتقبله وأن أعيش معه طول عمري؟ حيكون شريك حياتي، حيكون معي هو الرجل أكثر تواجدا معي في المنزل. الأبناء قد يكبرون ثم يتزوجون ثم يذهبون، لكن يبقى لي هذا الرجل، وإن كان الجمال يقل عبر السنين أو تقل درجة الجمال سواء للزوجة أو بالنسبة للزوج. ترى كان عندي في مقالة على فكرة كتبت فيه عنه إن هو من أكثر تأثرا بالعمر، هل هو الزوج أم الزوجة الذي تأثر مع الزمن. ترى هذه نقطة مهمة جدا، إحنا لا ننظر في الجمال في الخمس سنوات الأولى من الزواج، لا، إحنا ننظر على الجمال على مدى السنين. نجد أن الرجال يحافظون على الوسامة أو القدر الأدنى من الوسامة مع تقدم الزمن، بسبب ما التركيبة الجسمانية لهم أو بأنه تقبلنا للرجل بالمنظر هذا. لكن المرأة حينما تكبر في الزمن يقل الجمال، وبالتالي أنا أجد أن المرأة حينما تبحث عن زوج تبحث أول شيء عن جمال، ولكن لا تبحث عن جمال الطاغي بحيث أنه أنا أرفض أي شخص يأتيني بسبب أنه غير جميل. ولكن طيب في مزايا أخرى، لا، أبحث المزايا الأخرى ويعزز الجانب إيش؟ الجمال. طيب بما أنك يا أستاذ الله تعالى جميل يحب الجمال. طيب جميل، صحيح، نتفق. طيب خلينا نتكلم عن مفاتيح الجمال وأبواب الفرص. يعني دائما نقول إنه المرأة الجميلة من ضمن المفاتيح اللي تستعملها أن تكون لها وفرة من الفرص في مجال العمل وحتى في مجال الشهرة، لأن الجمال بطبيعة الحال هو يعني المدخل الرئيسي لكثير من الأمور. أنا أتكلم هنا يعني بجانب إيجابي، ما أتكلم بشكل سلبي، ولكن هل الرجل الوسيم ايضا يكون محبوب وصاحب فرص كثير؟ والله انا سمعنا دراسات، ترى سمعنا دراسات هولنديه ودراسات بريطانيه، في بعضها ايدت بعضها نقضت هذا الموضوع، بعضهم ايدوا ان الجمال تمام صاحب الرجل الوسيم له حظ اوفر في ايجاد الفرص الوظيفيه، خاصه الوظائف التي تعتمد على مواجهه الجمهور. نعم، سواء في شكل عام أو في الإعلام أو في المحلات التي تستقطب واجهة الجماهيرية أعلى، يضعون نقاط لاختيار أو مدى قدرة الرجل على أنه يستقطب الزائر أو يستقطب العميل أو يستقطب بالكاريزما في بداية، شخصيته، جماله، أناقته، ثم قدراته سواء بالذكاء والعمل والتمكن من أدائه بشكل جميل جدا. لكن أنا أجد أنه فعلا الفرص العمل قد تكون متوفرة للشخص الأكثر وسامة، ونعتبر المراحل الأخرى الذكاء والتمكن والقدرة، هي تبقى من قدرات وإمكانيات. القدرات والإمكانيات هذه الجناحة التي يستطيع أن نميز فيها الرجل المجتهد وغير المجتهد، بداية الواجهة الجمالية اللي هو وسامة الرجل وتقبل الشخص المتعاقب. أستاذ أحمد، في حوار ما أعرف عن مدى صحته دار بين مارلين مونرو وبين أينشتاين على حد علمي، قالت له تخيل ماذا لو تزوجنا وأنجبنا طفل بجمالي وبذكائك. فرد عليها أينشتاين قال لها ماذا لو تزوجنا وأنجبنا طفل في قبحي وغبائك. ما أعرف عن مدى صحة هذا الحوار، ولكن استحضرته الآن. كثير من النساء أو حتى من الرجال ممكن يفكر في أنه يبحث عن الزوجة الجميلة أو هي تبحث عن الزوج الوسيم من رغم تحسين النسل، أنه هو يكون والله أبغى عيال يكونوا مثلا جميلين، أبغى أطفال يكونوا حلوين، أنا هتزوج الشقرة أم عيون خضر عشان أبغى أدخل العيون الزرقاء والعيون الخضرة في نسل العيلة. هل هذا معيار يحترم أو يوضع في عين الاعتبار أثناء اختيار شريك الحياة؟ أكيد يعني أي إنسان يطمح إلى أنه يكون الجانب الجمالي موجود بقوة في أفراد أسرته حينما يختار الإنسان زوجة جميلة، أو حينما تختار زوجة إنسان جميل وسيم يجد راحة نفسية سبحانه وتعالى، وأثر هذا الجمال يظل في أبناء وفي الأحفاد ومن جيل
طبعا احنا دائما نسميه تقريبا العالميه تحسين النسل، يعني انا اكثر دائما اسمع الكلمه هذه. هي تحسين النسل موجود طبعا، اكيد الانسان عندما يريد ان يختار شريكه حياه يتمنى ان تكون الافضل والاجمل حتى يرى اثر هذا الجمال يعني منعكس في ابنائي وبناتي. ودائما يطمح الانسان الافضل سواء في الجمال، في الاناقه، في الشخصيه. نعم نبحث عن الاجمل دائما، لكن قد لا نحصل، لكن تظل رحلة البحث دائما مستمرة. أستاذ أحمد، يعني هي مجموعة من السمات والصفات اللي تكون محببة في كلا الطرفين، والجميل في الموضوع أنه حتى الذكاء له علاقة بالجينات، فيا جمال الدنيا يوم يكون جميل وكمان ذكي. عموما أستاذ أحمد المحمدي نشكر مداخلتك معنا اليوم. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع من بعد الباقي. بعد الفاصل، مواقف تثير عصبيتك وتؤثر على يومك. كثير نسمع جملة صنعت يومي، وكمان نسمع كلمة ثانية خربت يومي. للأسف الإنسان معرض بشكل يومي أنه يتعرض لمواقف كثير متأثرة عليه بشكل إيجابي أو حتى تأثر عليه بشكل سلبي، وهذا الشعور السلبي بالعادة يخرجه عن طوره. زميلنا مبارك الكويك بيسأل الناس عن هذه المواقف اللي ممكن تسبب لهم العصبية. خلونا نسمع إجاباتهم بعدها نرجع نعلق على هذا الموضوع. حياكم الله مشاهدينا في فقرة قول رأيك. سؤالنا لليوم، إيش الأشياء اللي تصير بيومك تعكر مزاجك وتحولك من شخص مبسوط إلى شخص عصبي؟ خلونا مع بعض نشوف الزوار اليوم إيش قالوا. إذا ما شربت شاهي. شاهي؟ إيه، لأني دائما أروق على الشاهي. في ناس قهوة. لا أنا ما يكمل يوم إلا بشاهي. صراحة ضغوط الدوام أكثر شيء اللي تخليني إنسان عصبية، يعني تغير مودي. والله كثرة التعامل مع الناس، عدم الاحترام وعدم التقدير، الأشياء دي دائماً وأبداً بتخليك تخرج عن دورك وتعرفش تتفاهم مع حد كيف توصل له كده يعني. يعني هو لأنه بالبديهة أنت بتكون مبادل الاحترام لكن ما تحصل الاحترام من طرف الآخر. بالضبط، وده بيوصلك أنك تخرج عن دورك، ما تعرفش تواجه الشخص اللي قدامك تتكلم معاه. إذا حد تحرش بسيارتي. تحرش بالسيارة؟ إيه. يعني لمسها شيء؟ لمسها، طقها، أحبها مرة. الصداع يعكر يومك كامل. إذا جاء الصداع ترنت خلاص. عجبتني. اتصالات زايدة. و هذا شيء مسكته هو يكلم. كفلت بيدي عشانك. اتصالات زايدة. واللي يشطفون في ذا. سرعة. إي، واللي يحدحون بريكات والزحمات هذه تعكر يومي كامل. الله عليك يا مبارك، دائما تسأل أسئلة حساسة. أنا أبغى أوجه السؤال لك يا لبنى، يعني إيش هي المواقف اللي ممكن تأثر عليك بشكل تخليك تعصبي بشكل هستيري بشكل تخرجك عن طارق؟ أنا شخصية عصبية بطبعي، فأتفه شيء ممكن يعصبني. جميل. بس بسرعة أروق، يعني أعصب عليك بسرعة أروق. لكن الشيء اللي ممكن يطلعني عن طوري يخليني شخص سيء للغاية. كم مرة عصبتي في حياتك العصبية اللي هي كثير. اللي تحولتك بشكل كثير. متوحش كثير 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 أوه. كثير. أنا متى أطلع عن طوري؟ لما اللي قدامي يستغباني، أو اللي قدامي يستعبطني، أو اللي قدامي يستخف فيني، وأنا أشوف إن من غباء الناس إنها تستغبي. إيش تكون ردة فعلك؟ ما أقدر أحترمه، ما أقدر أتعامل مع اللي قدامي باحترام. أول ما أحس إن أنا وإنت عارفين إن أنت اللي قاعد تقوله هذا غباء، أو اللي أنت قاعد تقوله هذا كذب، أو اللي أنت قاعد تقوله هذه سخافة، وإنت مصر على الغباء وعلى الكذب وعلى السخافة، هتشوف مني أسوأ ما فيها. وما أقدر يا رؤى أعمل كنترول. أتذكر في بعض المرات، في بعض المواقف اللي كان فيها يعني استفحال في الغباء، أنا كسرت. واو. يعني كسرت، يعني اخذ واعطي واخذ واعطي واخذ واعطي، اول ما افصل كنترول لدرجه انه لما اروح اي مالك طويل تاخذي وتعطي، اخذ بس اوصل لمرحله والله لو 100 اعتذار قدامي، لو والله لو 100 توضيح قدامي، والله لو 100 انه يتراجع عن كلامه، هكسر يعني هكسر، هعصب يعني هعصب. وللاسف الشديد ممكن اصل احيانا لاهانه الطرف، يعني انا مش قادره اتحملك، انت انسان غبي، فلو سمحت قم من وجهي. ممكن أوصل لهذا المستوى للأسف. واو. وأعرف أنه من عيوب شخصيتي. أي. اشتغلي على هالموضوع.
ما اشتغلتي يا اختي؟ ما مش الحال اشتغلتي وما مش الحال؟ مش الحال. يعني شوفي انا شخصيا ماني من الناس اللي يعصبوا بسرعه، دمي حامي صحيح، لكن دائما ردات فعلي بارده. يعني في عمري هذا، ما راح اقول كم عمري، لكن في عمري هذا اتذكر اني خرجت عن طوري 5 مرات، واعتقد انه هذا يعني نسبه جدا بسيطه. انا ماني شديده الانفعال. هذه نسبه غير حقيقيه، غير واقعيه. سوري، غير واقعيه. هذه واقعيه. الاوقات اللي انا خرجت عن طوري، اللي شفت الدنيا سوداء، تمام، 5 مرات الحمد لله. لان دائما اراجع نفسي، طيب اعرف انه الغضب ياثر بشكل سلبي على الصحه، لاني مستعده لا انجلط ولا اخسر من عمري يوم بسبب ردة فعل أو عشان شخص أو عشان موقف. هذه واحد. اثنين، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أوصى لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وعادها 3، لأنه الغضب من مداخل الشيطان. زي ما قلت إنه حكسر وبعرف، أنا ما قلت أنا كسرت أكيد، يعني ردة أنا امرأة عادية طبيعية، ممكن إني أكسر لي ردة فعل، في تدخلات خارجية، في هرمونات، ما أدري، بس هذه ردة الفعل تحصل، يعني ما راح أكذب وماني شخص مثالي، لكن الحمد لله ردات فعلي مو كثير. ردة فعلي تصير لما أحس أن الطرف اللي قدامي أحمق. أنا لا تجمعيني مع شخص أحمق، يعني غبي، نفس الفكرة. أي بس أنا قاعدة بحاول ألطف الموضوع، أخلي أحمق، يعني عرفتي، لأن ما أحب موضوع الاستغفال هذا مؤذي. موضوع أني أضحك في وجهك وأطلع من وراكي مؤذي. موضوع أني أقول الكلام أنت ما قلتيه مؤذي. فهذه كلها مواصفات تندرج شخص أحمق. من أسوأ الشخصيات اللي يعني ما أحب أتعامل معها، وهي اللي تكون الشعلة الأولى إنها تستثير غضبي بشكل جدا جنوني، الشخص اللي يلعب على العواطف ويقلب الطاولة عليك، اللي يلعب بالأدوار. هذه النرجسيين. نرجسي، سادي، مستتر، لها مسميات كثير يا لبنى، لكن للأسف هذول الناس اللي أنا فعليا لأني ما أعرف أتعاطى معاهم، فتكون ردة فعلي فيها غضب على طول، لأنك تكتشفي بعد مدة طويلة، مو من البداية تقدر تعرفي، لأنه يكون جدا يعني رفيق وقريب مننا في علاقاتنا، فالموقف اللي يصير فيه غدرة، ردة الفعل هذه، وفجأة تكتشفي أنه لا، أنا قاعد ينضحك علي، أنه ليه كذا قاعد يتعامل معي، ليش دائما تحسسني أنا بتأنيب الضمير، ليش دائما، عرفتي اللي هنا أنت ممكن تفصلي، عليه طبعا، تثوري غضبا، بس متى مو على طول، بعد مرات متكررة، ومواقف تثبت إنه هذه الشخصية هي الشخصية الحمقاء اللي أنا ما أحب أتعامل معها. أنا عكسك، أنا يعني مستعدة بسرعة أختصر الأمور من أول موقف يعني أجيب. أنا أكثر الأشخاص استفزازاً لي كمان الكذاب اللي يكون جالس قدامك، مثلاً أنت عارفة إنه قال شيء، أكثر واحد أسلك له، لا، ويجي يقول لك، بتكون وراها كوارث، بتكون وراها اتهامات، وراها ظلم ناس، وتجي تقولي لي أنت مش قلتي لي هالكلام، يقول أنا ما قلت. هي. أنا اللي يجي يقول مثلاً، يكون سبب لي مشكلة، راح نقل كلام، راح ولما تيجي تواجهي يقول لك أنا ما قلت. أنا هذا ممكن أضربه. هذا واحد ثاني. أنا هنا ما أعصب، أنا أضرب هنا. يعني أنا هنا. انتبهوا يا جماعة. أنا فعلاً أنا هذا الموقف حصل وضربت اللي قدامي، ضربته. ما شاء الله عليك. يا بنتي لا تصرحي على الهواء، بكره يجوا يحاسبون. تعرفي لأنه من أجمل صفات الإنسان اعترافه بالخطأ. لما أقول أنا قلت، يمكن أكون استنتاجي كان غلط، وقلت أقول أنا قلت، إيش هيصير؟ صدقوني لما تكون تقول أيوة أنا قلت هذا الكلام، كنت فاهم غلط، سامحوني، ما كان قصدي أني أنقل كلام، ما كان قصدي أني كذا، أحترمك. لكن لما تحس حالك تورط فتكذب، تقول أنا ما قلت، أنا ما قلت، هتنضرب. أيوة برافو. أنا لو صار معي هذا الموقف أنا ديكي موجودة، تيجي تأخذي حقي، لأن أنا ما أمد يدي على أحد. لا أنا ممكن، أنا من كثر ما أثور، شوفي يعني ممكن أغلط فيه، لأني أنا أكره الظلم، أكره أظلم، وأكره يعني أظلم وأنظلم، أكره أكذب وينكذب علي، أكره أستغبى، حتى لما أحس إن الشخص اللي قدامي الآي كيو حقه أقل تعامل أو شيء، يعني أشفق وأتنازل وأتعاطف، بس ما تستغباني، لا أنت غبي يعني أتعامل معك. لا شوف، اللي يتعامل بهذه الصفات اللي أنت قلتيها هو إنسان ما عنده آي كيو قليل، لا لا لا، هذا واحد يكون داهية زي خبيث، ما يقولوا يعني مش طبيعي، طيب خبيث صحيح. بس أرجع للنقطة اللي هي ما بعد الغضب، وهذه الأشياء اللي تخلينا دائما نراجع نفسنا في تصرفاتنا وفي ردات فعلنا، هل هي تستحق أو لا؟ أكيد لا. أنا كثير أندم على غضبي، ردة الفعل هذه المتطرفة جدا أنا ما أحبها بصراحة، ودائما أقول إن كان هو غلط فيني وفي أسلوبي وفي سلوكي، فيا رب إني أقدر إني أعدله، لكن اللي يشفع لي أحس إني أنا مو سريعة الانفعال، مو سريعة الغضب. واللسان الصليط هذا الجارح كنت تقولي عنه قبل شوي، يعني أنا إذا ممكن تستفز الطرف اللي قدامك، فللأسف ينفعل،
فلا والله ما اخذ واعطي. اقول الكلمتين حقتي اخذ بعضي وامشي وانتهي. بعض المواقف الجا فيها لهذا الانسحاب هذا لاني لاني وصلت في هذا السن اللي انا فيه اني اندم على غضبي، لانه احيانا الغضب مهين لك اكثر ما هو صحيح. مهين للطرف اللي انت غضبتي عليه، لانك في النهايه بتطلعي عن شعورك وعن طورك وعن عقلك وعن سلوكك وعن رقيك، فبيوصلوك الى مرحله ترجع تراجعي نفسك فيها تقولين انا ليه نزلت من نفسي. اكيد. فانا صرت كثير اندم على غضبي، فلذلك صرت افضل الانسحاب قبل لا اضرب، قبل لا اهين، قبل لا اسوي اي شيء، قبل لا اكسر اي شيء. مشاهدينا فاصل قصير اكيد نرجع لكم بعد الفاصل. التجميل العلاجي للوجه بعد نزول الوزن. تتعدد الأسباب التي تسبب ترهلات الوجه والخدين، ما تنحصر فقط يمكن في التقدم في العمر، بل حتى يمكن حتى في سن الشباب زي ما انتم شايفين. وإذا خسرنا الكثير من الوزن أكيد بيكون خاصة بعد العمليات التكميم أو الرجيم السريع. إيش أهم إجراءات الطب التجميلي في الحقن العلاجي للوجه وهل يعود لطبيعته؟ حول هذا الموضوع تنضم لنا دكتورة شيماء مختار، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر. أهلا وسهلا دكتورة شيماء. يمكن تحت الهواء بدينا في الحديث كنا نتكلم أنه أنا هنا عندي كذا حاجات كثير كذا في ترهل، يعني أنا حتى على الكاميرا أشوفه يمكن يكون مرة واضح، وأنا لاني مسوية عملية تكميم ولا أنا مسوية يمكن نحفت شوية الفترة الأخيرة، بس هل هذا ممكن يسبب الترهل هذا؟ طيب أسباب الترهل كثير قوي، في بيطلع بيكون طبيعي اللي هو كل واحدة ست أو راجل هيتعرضوا له بعد سن 30، وده بيكون نتيجة تغيرات في طبيعة الوش اللي هي العظم، الدهون، الأربطة، طرقنا الخطأ في التعامل مع الوش، لو احنا بننام على وشنا، بننام على جوانب زيادة، كل ده بيخلي العظم بتاعنا يقل الكونكيفيتي بتاعته، فيبدأ يبقى ستريت، فالوش مفيش حاجة تبقى شادة فوق، حتى الأربطة كمان بتضعف. الحقن الخاطئ حتى كمان لما نحقن كتير سطحي، فيلر سطحي، ده برضو يساعد ان الوش بينزل. كلنا ممكن نعمل إجراءات بسيطة خالص بعد سن 30، لو عملنا نص ملي ونص ملي شد تمام هيحمينا ويرجعنا سنتين ثلاثة ورا تمام. فده بيحصل ناتشرال اللي هو اسمه ايجينج، بلس بقى زي ما حضرتك قلتي اللي هو التكميم. التكميم بقى لا بقى مشكلة زيادة، لأن احنا بنلاقي ناس عندها خسة 45-50 كيلو في حوالي 6 شهور، فالجسم بيترجم ده ان احنا بيبقى الوش فيه كمية ترهل شديدة جدا، بيبان في الوش عن طريق هالات عميقة نازلة لنص الخد، بنلاقي عندنا ماريونيت واضحة، يعني واحدة كأنها زعلانة من الجوانب، عندها خط الابتسامة عميق، فكل ده بيخلي الواحدة بتبان ان هي تعبانة وزعلانة، ف ده بيكون معاناتهم كبير قوي، يعني بيبدأ يترجم بقى وشه، يعني أنا كانت العملية دي صح ولا العملية غلط، يعني كان مفروض ما عملش. فبدأنا نبقى نعمل لهم حاجة اسمها الفيلر العلاجي، يعني إيه أو الطب العلاجي، يعني بيحضروا العيادة ونبدأ فحص كل واحد على حدة، وبنشوف العمر، بنشوف قوة العضلات في الوش، درجة الترهل قد إيه، ونبدأ نحط لهم خطة علاجية بيستمروا عليها من حوالي شهر لثلاث شهور. ما شاء الله النتائج ممتازة، لأن احنا بنعتمد أولا وأخيرا في العلاج على فكرة إن احنا بنعالج تشريحي، يعني اللي عنده عضلات ضعفت نبدأ نعمل لهم أجهزة زي الألثيرة بتبقى نتائجها ممتازة جدا. اللي عندهم التشو بتاعهم بقى ضعيف يمسكوا خدهم كده مترهل تمام، نبدأ نعمل لهم أجهزة زي المايكرو ريدرينج راديو فريكونسي بتحفز الكولاجين، بتحسن الجلد، بتشد، بتعمل انتنستي اقوى، وبالتالي وبعد كده نبدا ندخل بقى في مرحله الفيلرز. الفيلرز برضو بنعمله باجراء تشريحي، ان احنا نبدا نقوي العضله عن طريق ان احنا نحقن تحت العضله فيلرز، فالعضله تشتغل احسن وبالتالي كفاءتها تبقى افضل. زي ايش العضله؟ اي جزء اللي ممكن نحقن ده؟ عندنا عضلات في الوش متقسمه للميدل فيس واللور فيس تمام، في عضلات بترفع زوايا الفم، في عضلات بتنزل زوايا الفم، في عضلات بترفع الخد، في عضلات بتقفل العين. فلما يحصل انبالانس بين العضلات دي، يعني عدم واحده تقوى واحده تضعف، يبدا يحصل تجاعيد حوالين العين، يبدا يحصل ان الخد ينزل،
لو حد من بيتعود ان هو دايما يبقى أبسيت العضله بتاعه الدبريسور بتنزل له ده، فنبدا عن طريق الفيلرز نبدا نشوف العضله اللي ضعفت نقويها لو مكانها شد، او لو بتنزل لا نبدا نضعفها. الشد عفوا بالفيلر دكتوره؟ صحيح، اي بالفيلر. صحيح. تمام. فالموضوع عامل زي الهندسه كده يعني. ما شاء الله، اصلا انت بتحكي دكتوره شيماء كلامك مره دقيق ومفصل، يعني بتتكلمي عن ثلاث طبقات ما بين العضلات، وبعدين نتكلم عن الكولاجين وايضا والدهون بالفيلر. صحيح. والدهون دهون. طيب كل حاجه في الجسم، يعني اي شكوى بتيجي لي المريض عندي في العياده بترجمها على طول لتشخيص. يعني هي واحده تقول يا دكتوره هالاتي، فنبص حتى لو واحده صغيره هنلاقي الهالات ممكن تكون سببها ان هي عندها البكال فات اللي هو الدهون الخدوديه دي سحب لها منطقه الهالات تحت. واحد تاني لا هالاته نتيجه ان هو فقد كتير من الوزن، فما فيش ميديال تشيك، ما فيش سبورت للخد من هنا. فكل حاجه لو مش انها بالتشخيص بصراحه بناخد نتائج ممتازه وبتستمر معانا مع المرضى كتير الصراحه الحمد لله. يعني السؤال البديهي يجي المريض يقول لك هل هذه الحقن امنه فعاله مؤلمه؟ المواد المستخدمه في الفيلرز لو جينا قلنا الفيلرز بالذات دي احنا بنستخدم ماده الهيالورونيك اسيد، ودي ماده موجوده في جسمنا. تمام. ودلوقتي في شركات في الماركت بقالها سنين طريقه الحقن عفوا دكتوره تحت العضل، لانه بالعاده بنعرف انه حقن الفيلر بيكون سطحي، بس حقن الفيلر تحت العضل بيكون امن او لا؟ ده هو ده الام. ايوه هو ده الام، ان احنا نحقن على العظم تحت العضله. ده مكان ما فيهوش اورده. تمام. فبنبقاش قلقانين ولا شرايين، فما بنبقاش قلقانين ان هو لا قدر الله يحصل ان الفيلر. الخطر اللي بنقلق منه قوي في الفيلر ان ماده الهيالورونيك اسيد تدخل في الشريان او في الوريد. تمام. فالمنطقه دي فاضيه في اغلب اماكن الوش. فده انا اول ملمس العضمايه كده وانا بحقن لا اطمني بقى خلاص كلنا في حضرتك وبتتكلمي بلمس العضمايه وانا بحقن، انا المني التصور مؤلمه يعني. انا لما بحقن نفسي بضطر ان انا ما احطش تخدير، لان لو حطيت تخدير ما ببقاش حاسه الليفل اللي انا فيه، من كتر التخدير ما ببقاش بينفل خالص. فبطلت ما عدتش بحط بقى تخدير عشان اعرف انا موجوده على العظمه ولا لا. يعني الان الخد احنا الابره الفيلر العاديه هنا بشوفها حتى وهم الفيلر بيدخل بشوفها نوعا ما وانا بحط، لما الثانيه بتكون اعمق معناته سن الابره او الكانيولا الاثنين ممكن بنمشي عليهم على العظم، بنبقى حاسين واحنا ماشيين ان احنا بنسلايد يعني بنتزحلق على العظمايه. تمام. ونعرف بقى انا رايحه داخله في الوش هنا ليه، داخله عشان اعوض دهون، عشان اعوض عظمه، لان احنا في الاخر كلنا مش شبه بعض. انا ضد الحقن الروتيني تمام، كل وش ليه بصمته، فانا بدخل كل واحد. والسؤال اللي كنتوا بتسالوه للمذيع اللي هو الجمال أيوة. لا كلنا جميلات. أيوة. دي حاجه لو مش مقتنعين بيها نبقى صحيح. لا كل واحده ليها جمالها الخاص. انا باجي لواحده اقول لها انت جمالك ان انت وشك مربع حافظي على ده، انت جمالك ان انت وشك قالب على دائري هنحافظ على ده. تمام. فكلنا حلوين، والدكتور لازم يشوف الجمال في كل وش عشان يعرف يبرزه. ممكن في ناس عندها مثلا حصل حادثه، صحيح. عندها سكار، حصل عندها فقدت جزء مثلا من أسنانها في جهة واحدة ففي جهة أضعف من التانية، حد سبحان الله مولود بحاجة وراثية زي مثلا تراجع في الفك، تقدم في الفك، ميلان في الوجه، حصل له عصب سابع مثلا. تمام. فيعني أنا وظيفتي أن أنا أعالج لو في مشكلة، نعمل توازن. صحيح. أيوه. طيب. توازن وتناسق، ولو واحدة حلوة نزودها حلاوة، لو واحدة يعني عندنا حاجة تحليها زيادة نعمل شوية رتوش كده. صحيح. طيب صحيح. دكتورة شيماء خلينا نرجع للناس اللي فعلا هم بيعانوا من ترهل شديد في عضلات الوجه من بعد عملية التكميم وغيرها. طبعا أكثر شيء نقوله إيه صار وجهه هزيل زي ما ذكرت. صحيح. يصير الوجه نازل في هالة سودة وغيرها. علاج عضلات الوجه بعد الترهل لنزول الوزن هل هو مثلا جراحي او برضو عن طريق الحقن؟ احنا نفضل من الاول خالص ان احنا ننصح ان احنا ما نعتمدش على انواع الرجيم اللي بتاكل من البروتينات. تمام. تمام. لازم يكون رجيم متوازن عشان العضله ما نفقدش قوتها. طيب حتى اللي عاملين التكميم يفضل برضو ان النزول يكون تدريجي، ما يبقاش
مره واحده، يحافظ ان هو بياخد كميه الاكل بتاعته الصحيه. اللي المثبت عندنا في التجميل ان هو بيقوي العضله وبيحسنها عن طريق هو الهايفوش، يعني تكنيك الهايفو اللي هو معترف بيه بشركه الألثيرة اللي هي دي الابروفد. دي بتشتغل ان هي بتحفز الكولاجين على العضلات بتكنيك معين واحنا بنشتغل فيه ضد لا، فكفاءه العضله هتتحسن. تمام. كمان زي ما انا قلت في الاول ان الفيلرز بتكنيكات معينه بيحسن من اداء عضله. تمام. عن طريق ان احنا تخليها تشتغل احسن. الناس اللي عندهم عصب سابع بيبقى عندهم جزء ما بيشتغلش وجزء هايبر اكتف، بالفيلر بنخلي الهايبر اكتف اللي بيشتغل زياده عن اللزوم يبدا يخف شويه، ينزل معانا يعني في الهايبر اللي بيشتغل بيه ده، واللي حصل ان العضله بتاعته قلت نحاول على قد ما نقدر ان احنا نروح على العضله بالظبط ونحقن تحتها فيلر هتزحلقها زياده فتبدا تشتغل مع اكيد ان هم بيعملوا فيزيوثيرابي. ف يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحسن الألثيرة. الجهاز السحري، الجهاز المؤلم، الجهاز القاتل من الالم. يعني انا الى الان مش قادره اني اخوض هذه التجربه. بس لانه ليه مؤلم؟ لا لحظه، انا حتناقشيني انا عن حالتي قدام الناس؟ لا بحدد تحت مؤلم. مؤلم. انا كثير اعرف من صحباتي من البنات وهي اولهم موجوده جدا مؤلم. يمكن هل الالم يعني هو مؤشر كثير على انه جوده العمل لانه بيشتغل على العضلات وضرب، لكن بدائل الألثيرة الشيء اللي مش مؤلم ايش اللي ممكن يكون يعطينا؟ طب خلينا نقول معلومه برضو ان هو الثريشولد بتاعنا مختلف. يعني ممكن حد الحاجه اللي ما تسببش الم تألمه، انما المتعارف عليه ان الألثيرة مش مؤلم. تمام. طول ما هو معمول بالتكنيك الصح بنتجنب العظم، لان احنا بنشتغلش على مكان فيه عظم. اللي هيوجعك لو الضربه جت على العظمايه دي اللي هتوجعك. تمام. انما في الغالب طول ما احنا ماشيين في الاريا اللي احنا يعني متعودين عليها الالم بيبقى يكون محتمل، ومحدش الالم الشديد ما بيكونش كده يعني. تمام. انا لدرجه انه في بنات بياخذوا بنج كامل، بياخذوا في وبعض الاطباء بيقدموا للألثيرة بتتبنج كامل عشان الدكتوره شيماء انصدمت يا جماعه تتجنب والله انا هذه حقيقه كثير روجوا. يبقى انا المرضى بتوعي بيجاملوني بقى، المراجعات بتوعي بيجاملوني، ما حدش فيهم دكتوره. كثير روجوا كثير روجوا انه عشان تاخذي الألثيرة لازم بنج كامل. لا لا يعني صححينا هذا الكلام. لا هو انا اصلا الألثيرة ما بتجهش ليها خالص الا لما يكون كبرنا شويه في السن. انا مش مع اننا الألثيرة نبدا في الثلاثينات خالص، يعني كل ما كبرنا الاربعينات. طيب. اربعينات خمسينات ذاتس اوكي. تمام. بتكون الدنيا يعني تستاهل ان احنا ناخد الألثيرة. لما واحده تجيلي في العشرين اقول لها يعني مش هنضرب عصفوره ببندقيه يعني. تمام. تاتا تاتا حبيبتي دكتورة شيماء، عصر العصر. احنا مسيرك هتكبري وهتجيني يعني عاجلا غير اجلا هتجيني، لا تخافي مش الان. صحيح. بعد الاجراءات الجميلة اللي بتعملوها دكتورة حتى نرجع يعني نحافظ على الوجه ونرجع لوضعه الاقرب الى الطبيعي، ايش النصائح اللي ممكن تقدميها للمريض بعد المرحلة العلاجية هذه حتى يحافظ على النتيجة؟ احنا اخترنا اجراءات النهاردة ما بنطلبش من المراجعين منها انستراكشنز، يعني ده من الحاجة اللي انا بختبر بيها المراجع لما يجيلي. لما بقى قلقانة مش عارفة طريقة تعامله ايه، انا عارفة ان الفيلر مش محتاجة منه ان هو يبقى ملتزم بحاجة، مجرد بس اقول له يعني بلاش نومة الوش دي بتدمر الوش. تمام. بلاش ننام دايما على جنب واحد عشان ما نضعفش الجنب ده، بدل يعني ممكن نبدا باليمين وبعد كده غير. دي العادات الاساسيه عندنا. اشرب ميه كتير بعد الفيلر، لان في انواع من الفيلر لما تمتص ميه تدي نضاره زياده وتدينا فوليوم اسبريد احسن. تمام. انما كتعليمات لا، ما يعني اجراءاتنا دي مش غير مؤلمه، مش هتلزمك بحاجه. بالعكس انا في ناس بيحقنوا النهارده بتخرج مع جوزها تقول انا عملت بلازما ما بقاش عارف ان هو حقن ايه. يوالي منكم الحريم. في اجهزه اخرى زي السكالترا وزي المورفيس. هل هذه اجهزه تشد الوجه ولا شد مسام؟ اجهزه ايش بالضبط؟ دي تكنيك المايكرو نيدلينج راديو فريكونسي، يعني عارفين الديرما رولر كلنا عارفينها. تمام. او الديرما بن اللي هي سنون 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 صغير. انما التكنيك ده بدا ما يطلعش سنون بس، لا بيطلع مع السن قوه اسمها قوه الراديو فريكونسي. طيب ده من الاجهزه اللي ما فيهاش منها مضاعفات تذكر خالص. مستو بقى ان هو بيشتغل على طبقات الجلد كلها، لان السنون هتبدا تشتغل على الطبقه السطحيه، وانا كطبيبه عارفه انا عايزه ادخلها فين، عمق فين. ففي اجهزه بتديني عمق
جوه جدا، فبالتالي بتحفظ يعني بنحفز الكولاجين وبناخد نتيجه معاها ممتازه. والهيلينج بتاعه اللي هو بتجيلي في ويك اند، يعني خميس بتروح شغلها تاني يوم الاحد عادي. حلو. طيب الدمج ما بين بعض التقنيات دكتوره، مثلا سكالترا والمورفيوس، واحده حقن والثانيه عن طريق الجهاز، تمام؟ هل دمج التقنيات ممكن ايضا يساعد او يعطي نتيجه احلى؟ ده اساسي. ايوه ده اساسي. يعني الكومباين تريتمنت ده اللي متسجل في الاوراق البحثيه العلميه ان ده الافضل في كل حاجه. يعني مثلا الناس اللي عندهم ندبات حفر في الوش، لو جت قالت لي لا دكتور اعملي لي تقطيع بس، لا اعملي لي فراكشنال بس، اقول لها البيبرز والاوراق بتقول ان احنا لما ندمج كل التقنيات في نفس الجلسه هتاخدي بدل كانك عملتي ثلاث جلسات، تمام؟ لان احنا الوش كله مفتوح عن طريق الفراكشنال ليزر، تمام؟ فانا في الوقت ده فرصة ابدا احط لك بقى عوامل نمو، احط لك مواد بتحسن في الندبات. فلا طبعا الدمج ده اساسي. انا بحب نظريه الدمج. هل الفيلر ومثل هذه الاجهزه نلاقي صبايا كثير احيانا يعانوا من النحافه، في كثير يكون مبين على الوجه، هل تنصحي دكتورة إنه البنات اللي ممكن يعانوا من النحافة يبدأوا يساعدوا جمال وجههم بالحقن بمثل هذه التقنية؟ عندنا من سن ال 18-19 ساعات كتير بلاقي بنت جاية لوحدها، تمام، على سن الجامعة، أو ساعات بتيجي تانية مع مامتها، تمام؟ بنفضل لما تكون انت صغيره في السن تيجي حد معاكي مع اختك الكبيره او مامتك، وبنتم العلاج عن طريق ان احنا تشاور اسري، تمام؟ بنبدا بكميات خفيفه، يعني ممكن نبدا بملي واحد فيلر، ممكن نبدا باتنين ملي فيلر، عشان البنت ممكن ما تحبش ان هي وهي داخله مثلا فتره الجامعه او ثانويه ان هي تبدا تسمع كلام يأذيها، يعني انت نحيفه ليه؟ ما بتاكليش ليه؟ انا بنتي عندها 9 سنين وبيقولوا لها انت نحيفه جدا وهي لسه 9 سنين يا حبيبتي لسه حتى فاه لا الفيلر امن، ولو اتحقن بالتكنيك اللي احنا اتكلمنا عليه لا ما نقلقش خالص. والامهات دلوقتي هم اللي بيجيبوا بناتهم فمن كتر ما بيطمنوا. طيب ابغى ارجع لموضوع العصب السابع، بانك يعني طرأتي هذا الموضوع كده بشكل سريع وقلت انه يكون في اختلاف في الجهتين دكتوره، لكن ابغى اعرف هل لو مثلا احد وهو صغير اصيب بالعصب السابع وكبر وبدا يلاحظ انه في اختلاف ما بين وجهه جهه اليمين وجهه اليسار، هنا ممكن يتم تعديلها يعني بعد مرور من الزمن؟ ده بيكون فرقه عن اللي تعالج ايه، بيكون المضاعفات بتاعته اشد. اللي تعالج واخد الفيزيوثيرابي والتريتمنت وبالطرق اللي موجوده دلوقتي الحديثه بيكون عندهم المضاعفات ضعيفه قليله صغيره. أيوة. انما الثاني لا بتكون عنده شديده جدا. تمام. انا كان عندي مدام جالها من حوالي 15 سنه وجات لي بعدها وسبحان الله يعني ماشي معالي بقى لها 3 سنين الدنيا بقت ما شاء الله جميله والدنيا قربت من بعض. انا كنت جايبه صور مش عارفه ممكن تتعرض يعني كانت معروضه دكتور. ممتاز ممتاز. هتلاقوا صور منهم. لا لو حتى من مده طويله بامكاننا ان احنا نعالج ده. جميل جميل. يعني دائما الطب قاعد يتطور بشكل سريع، والحلقة أنه في كل مرة يتطور فيها الطب خصوصا في مجال تجميل البشرة والليزر دائما بيكون أقرب إلى الشكل الطبيعي. دكتورة شيماء كثير مبسوطين بوجودك اليوم معنا، مع الكلام الحلو اللي قلتي لنا إياه بصراحة بيدي أمل كثير، يعني بيسهل موضوع أن الإنسان يحافظ على جمال السكن جمال عمره بتقنيات جديده ومستحدثه وكمان امنه. شكرا لك. وانا سعيده اني معكم النهارده. يا اهلا وسهلا. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع من بعده نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل، تاثير السوشيال ميديا على تربيه الابناء ودورها في هدم بعض الرواسخ التربويه. هناك استخدام متزايد للسوشيال ميديا وصار يدخلها الصغير قبل الكبير. لاحظنا في الفترة الأخيرة جرأت بعض المستخدمين على هذه المنصات، يعني أي شخص ممكن يعطي أي كومنت أو أي تعليق بغض النظر وش عمره وش هي خبرته في الحياة ويعلق على أي موضوع موجود على السوشيال ميديا. حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا هديل زيدات، أخصائية نفسية
أسرية. أهلا وسهلا بيكي أستاذة هديل. أهلا وسهلا فيكم. السوشيال ميديا العالم المفتوح اللي الكل قاعد يستخدمه الصغير والكبير، خلينا نعرف في البداية عن سبب جراءة بعض مستخدمي الحسابات هذه في بعض المنصات المختلفة، بيتكلموا بعبارات جدا مسيئة، بياخذوا راحتهم في التعليق وما بيراعوا أي شيء من القيم الإنسانية. إيه قد يكون يعني قلة وعي، أو يعني دائما أنا بقول إحنا لما نبدأ نستخدم السوشيال ميديا ما بكون عندنا خبرات، خاصة الأطفال ما بكون عندهم الخبرات الكافية ولا بأخذوها من الأهالي بالنمذج والاحتكاك، لأنه عندنا فكرة دائمة إنه السوشيال ميديا شيء سلبي، فالأهالي ما بتعامل معها بشكل سلبي. لا هي لها إيجابيات وسلبيات، ما نقدر نقول إنه شيء عن شيء سلبي بحت بدون أي إيجابية. عفوا، استخدام منصات التواصل الاجتماعي لما يدخلوها صغار ما يستفيدوا منها غير انهم هم يعملوا زحمه ويطولوا لسانهم في التعليقات. أوه. بامانه لا هذا راي متطرف شوي. يعني لا هم يعني اذا احنا كنا نموذج صحيح للتعامل مع السوشيال ميديا بشكل خاص وعالم الانترنت بشكل عام، خلينا نتكلم انا وياك بشكل عام عالم الانترنت مراحل الطفوله. الحين بدايه الطفل لما بيدخل، اول ما بيدخل عالم الانترنت وعالم الاجهزه بيدخل باعمار صغيره، وانا دائما بقول انه في علاقه عكسيه ما بين عمر الطفل ما بين حجم الشاشة. يعني إذا كان صغير خلي حجم الشاشة كبير، شاشة التلفاز يبدأ يشوفها ومراقبتنا لا بتكون واسعة جدا. لكن من 2 لـ5 سنوات أطفال يكون تحت المراقبة بشاشات كبيرة. بعد 5 سنوات 6 سنوات بيبدأ الطفل يطلب آيباد. صحيح. مثل أقرانه وأصحابه يكون في أجهزة حوله، فلازم يطلب الطفل آيباد. هنا الطفل إحنا ما حندخل لسه السوشيال ميديا، إحنا داخلين عالم الإنترنت. صحيح. فاستل احنا اطفالنا تحت المراقبه، ماسك الايباد وبنشوف ايش يعني ايش بناظر، نقدر نعمل مراقبه كبيره على البرامج اللي بيشوفها، على التطبيقات اللي بيدخلها، على الالعاب اللي بيلعب فيها، بنكون قادرين نراقب. لما يصير طفلنا مراهق 11 12 13 بيبدا يطلب الجوال. في هذا العمر لما يطلب الجوال هنا بيدخل الطفل او المراهق عالم السوشيال ميديا. في هذا العالم احنا لازم نكون نموذج الصحي والصحيح لاطفالنا، نعلمهم نقول لهم إيش الحدود في دخول السوشيال ميديا، مين هم أصحابك على السوشيال ميديا، وندخل عالمهم وهم كمان يرجعون لنا في الأشياء اللي بيشوفوها على السوشيال ميديا. لكن ما نقدر نقول إنه بشكل متطرف يعني إنه السوشيال ميديا شيء سلبي للأطفال للمراهقين، هم كذا كذا حيدخلوها يا رؤى، فمضطرين إحنا الشروط والأحكام. أيوة. الشروط والأحكام اللي في منصات التواصل في التطبيقات كثير يقول لك العمر يكون فوق 18. إيه؟ واحنا جونا بزارين صغار اعمارهم 13 سنه و12 سنه يعملوا اكاونت وتحط لك تاريخ فيك ويدخل. طيب ما هو إيه؟ اصلا ما هو انسان واعي في الاخر، هو طفل. إيه بس هي السوشيال ميديا انت يعني خليناها بشكل عام، لو تكلمنا عنها بشكل خاص هو بيحتاجها للتواصل مع اصدقائه اقرانه، حتى في يعني في جائحه كورونا كوفيد 19 كان الاطفال بيستخدموا السوشيال ميديا عشان يتواصلوا مع الأساتذة المعلمات المدرسين عشان يتوصلهم المعلومة، فاستخدموها، اضطروا أنهم يستخدموها. إحنا مش هنقدر نمنع أطفالنا أنهم يستخدموا السوشيال ميديا، لكن اللي نقدر نسويه نكون نموذج صحيح لهذا الاستخدام، ونحاول قدر الإمكان نوعي يعني أطفالنا، يعني كل أطفالنا، أطفال آخرته راح يكبر ويصير شاب، أنت حتقدر تراقبي شاب عمره 18 أو 19 إيش حيسوي على السوشيال ميديا؟ أكيد لا. فأنت قبل اعملي وقاية، الوقاية خير من العلاج، من دخله مرحلة المراهقة بيصير عنده الدائرة الصغيرة هذه اللي بتخصه أصدقائه. يعني أنت ما تقدر تحرمي طفل عمره 13-14 مراهق من أنه يكون عنده تيك توك، وهو كل أقرانه عندهم تيك توك هذا. تسمحي لي أقول شيء؟ تفضلي. أنا من زمان كانت عندي وجهة نظر تربوية في موضوع السوشيال ميديا. زي ما أقول، زي ما الطفل بتدخلي رياضة من صغره عشان يكون عنده لياقة بدنية، وإحنا من صغير أحيانا تلقين 3-4 سنوات وديتي يركب على الخيل، يعني وين جسمه وين الخيل بس بيركب على الخيل، ليه؟ خليه يتعود. بالضبط. أعتقد أنه كل ما حميت طفلي من السوشيال ميديا كل ما أنا أسأت له تربويا، لأنه هجيف زمن وقت ما هعطيه السوشيال ميديا هيكون متأخر. واحد يكون بيسمع، واحد صح متأخر، ثاني حيدخل عليها بقوة. صح. وكأنه يعني كان محروم، وانت عارف الطفل لما ينحرم بيدخل على الشيء بقوة، بصير حتى له زوايا الخاصة اللي يبتعد فيها عنك لأنك انت حرمتيه فترة كبيرة. فخليه من البداية بشكل منظم. أنا كمختصة لما نقول من البداية يعني من متى؟ كم العمر المناسب؟ 13-14. قبل ما نقدر، 11-12 ممكن ندخلهم بشكل بسيط ونكون مراقبين لهم، لكن قبل ما نقدر. قبل يعني خلاص أصلا الطفل بيكون، لو دخلنا الطفل على عالم الانترنت من سنتين لين 10 سنوات 11 سنة احنا نقدر نراقب الطفل هذا في الايباد دون سوشيال ميديا،
وحيكون مبسوط. هو يبي العاب، هو يبي برامج فيديوهات، اشياء محدده. والله انا عندي بنت اختي عمرها 10 سنوات مبدعه في التيك توك. اي تدخل على جوال امها وهي اللي بتضيف صورنا في الانستغرام، هي اللي بتضيف وهي اللي بتحط وهي اللي بتشيل. 10 سنوات. إيه؟ والثانيه جايبين لها، الثانيه يوم كان عمرها 3 سنوات، عفوا 4 سنوات، بيعطوها الايباد فبتسال ابوها في يوتيوب، قال لا يا ماما ما فيك ما بي. ايش صاروا بيعرفوا. ايوه بالضبط. من سن من سن أيوة صغير. انا أيوة كان سؤالي، احنا نتكلم يعني لبنى عن السن القانوني زي ما قالت رؤى، سن القانون 18، بس هو فعليا يعني كل قاعد شواذها. لا هو مش 18 بيدخلوا السوشيال ميديا، هم بيدخلوا قبل. واحنا فعليا لو عرفنا نوجههم نستثمرهم كاطفال حيطلع معنا شيء ايجابي. حلو. باذن الله تعالى. حلو حلو. إيه؟ فيعني السوشيال ميديا هو سلاح ذو حدين. صحيح. اذا استخدمناه بالشكل الصحيح حنطلع بنتائج ايجابيه جدا. اتفق معك. زي ما ذكرتي هو يعني شيء لابد انه هو يحصل في حياه الطفل في سن معين. لكن لو تقدري تذكري لنا وتعددي لنا ايش هي التطبيقات المسموحه في السن اللي هو 10 سنوات الى 14 سنه. أيوة. 15 سنه خلينا نقول. أيوة. والتطبيقات اللي لا يفضل انه الطفل ما يدخلها. اي خلينا نتكلم. يعني انا بصراحه فكره الحرمان، يعني حرمان من كل شيء من التطبيقات هذه. انا حتكلم عن التطبيقات اللي حنسمح لهم يدخلوها، لكن الحرمان بشكل عام انا تماما ضده. انا كمختصه مع الضبط وليس المنع. يعني بعض التطبيقات ممكن نسمح للاطفال يدخلوها، واحنا نوجه. يعني احنا نقدر نستخدم كل التطبيقات بتوجيه صحيح. يعني التيك توك لو انا دخلت طفلي عليه، هو شيء على فكره جميل ترى. يعني انا لو عملت له كذا سيرش على اشياء محدده وانا وياه استمتعنا بمشاهدتها، احنا وجهنا. تمام. خلاص احنا وجهنا الطفل، حيصير يستمتع في الشيء اللي مشترك اللي بينه وبينه، وحيصير كل شوي يرجع لي شوفي ماما المقطع اللي نزلوه، شوفي ماما، واتناقش انا وياه فيه. فممكن يدخل على التيك توك، ممكن يدخل على سناب شات، ممكن انا يعني انا بشوف انه هذه التطبيقات لهذه الاعمار. لكن لو نقول تويتر مثلا، الفيسبوك، ممكن اشياء فيها يعني ما عندي خبرة عالية في موضوع التطبيقات، لكن أنا بشوف إنه لغة هذا الجيل هو لغة التيك توك وسناب شات، فما نقدر إنه إحنا نحرمهم من هذا الشيء. طيب دكتورة إيش تقولي للأم المسكينة اللي ما عندها وقت لعملية الرقابة؟ ففي هذه الحالة بيتجهوا إلى اتجاهين. تمام. يا المنع القاتل، ممنوع ما تدخل ولا تشوف لأني ما عندي وقت أقعد معك أراقبك. أو التسيب القاتل، خلي ايش بيصير يعني لو صار شيء هتدخل. ايش تقولي لهم؟ انا خلينا نتكلم عن الرقابه اللي بين جملتك بين سؤالك. الرقابه يعني شوفي، التربيه هي عباره عن بذور احنا بنزرعها وهم اطفال، 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، هم بسن التعليم. يعني احنا بنقول لهم بشكل مباشر هذا خطا وهذا صح. بس بعد يعني ما يدخل اطفال 13 14 ما بتقبل منك، بتصيري انت البذور هذه اللي انت فعليا زرعتيها بشكل صحيح وصحي، بيبدا يتحول الضبط من خارجي كونك ام رقيب لداخل عند الطفل. انت حتى لو كنت مش منشغله، اطفالنا اذكياء، اطفالنا عندهم لغه يعني متقنينها اكثر منا بدرجات. مهما كنت انت بتحاولي انك انت تلاحقي، لكن هم جيل مختلف، جيل اللغه الاساسيه عنده التكنولوجيا. فانت لازم تكوني كام حريصه انه يتحول الضبط من خارجي كونك ام الى داخلي عند الطفل، يعرف انه هذا صح وهذا خطا. وهذه الصراحه هذه عمليه تراكميه. يعني صحيح. انت لازم بديتي من الطفوله، من الطفوله زرعتي هذه البذور. شوفي هذه النقطه قلتيها جدا مهمه استاذه هدير، خصوصا لما نتكلم عن من حق الطفل انه هو يعبر عن نفسه عن آرائه، من حق الطفل انه يستخدم سوشيال ميديا. لكن الطفل في سن المراهقه شخصيته متمرده، واحيانا ممكن انه هو يعبر عن رايه بشكل سلبي او بشكل انتقاد او يتجاوز الخطوط الحمراء، لانه هو في الاخر يحب يحس بشعور التمرد. انا كبرت انا اقدر اقول رايي، وحتى ما يكون رايه هو بس كذا خلاص، يعني يبغى يغلط الرجال في الاخر. طيب كيف ممكن انا اوزن تعليق الولد؟ كيف هذا سن المراهق هذا المجنون الطايش ممكن اني انا احكم تعليقه؟ ايوه التعليق قصدك اللي هو على السوشيال ميديا، الكومنتس اللي بتشوفها الولد. أيوة. على السوشيال ميديا. شوفي التعليقات انا بجانبين، الجانب الاول لما طفلك يرجع لك، لما تكون في مساحه امان، علاقتك بطفلك جيده ويرجع لك مساحه الامان هذه ويتكلم معك عن الاشياء اللي شافها او انه حاب يعلق، فانت على طول حتعطي رايك. حتوجهي. انت حاليا عند المراهق ما بتقدر الا توجهي. اما انك انت تجبري ما في اجبار. صحيح. خلاص خلصنا زمن الاجبار، انتهى. حين فارض شخصيته فانت حتوجهي، بس لازم يعني تزرعي او تصنعي هذه المساحه الامنه بينك وبين طفلك. هذا واحد. اثنين
احنا نماذج. صحيح. يعني احنا بالعاده صعب احنا يعني كمربيين، بس الحمد لله يعني بادين المربيين تصير عندهم وعي اعلى. ما بتيجي عند طفلتك بتقولي لها والله انا شفت مقطع وعلقت عليه كذا، فلقيت اني لازم اعلق عليه بالطريقه هذه، انتقيت كلماتي. احنا نماذج، واخترت كلمات محدده وعلقت. فبتتعلم طفلتك ولا طفلك منك مراهق اللي عندك في البيت انه كيف يعلق. يعني بالاخر الطفل هذا المراهق اللي بيعلق هو نتيجه تربيه. صحيح. محدده له مرجعيه في الموضوع. فجانبين، الجانب الاساسي انه يكون في مساحه للحوار بينك وبين طفلك المراهق، والجانب الاخر يكون عندك ان تكوني نموذج صحي وصحيح لطفلك. أستاذ هديل صراحة يعني كفيتي ووفيتي معنا واستفدنا كثير، وهذه نقطة مهمة جدا أكيد كثير من الأمهات هياخذها في عين الاعتبار. شاكرين وجودك معنا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيكم، انبسطت بوجودي معكم. مشاهدينا فاصل قصير ومكملين. أطلق نادي الصقور اللقاء السنوي لبرنامج هدد والذي يهدف لتطوير أعمال البرنامج السعودي لإعادة الصقور لمواطنها الأصلية، ويأتي هذا ضمن دور المملكة الريادي في حماية البيئة والحياة الفطرية. تفاصيل أكثر حول هذا اللقاء نتابعها في التقرير التالي. فكرة البرنامج هي اللي أطلقها نادي الصقور السعودي هي إعادة الصقور إلى مواطنها الأصلية. طبعا الهدف من هذا أن تعزيز دور المملكة العربية السعودية في حماية البيئة والحفاظ عليها، والحفاظ أيضا بشكل عام على الحياة الفطرية. طبعا يعمل البرنامج عبر بروتوكولات معينة، منها استقبال هذه الصقور سواء من الحر أو الشاهين أو الشاهين البحري أو الشاهين أيضا الجبلي، وكذلك اللي هو الصقر الوكري. طبعا الأهداف كثيرة والله الحمد، يعني لو نتكلم عن هذه الأهداف هو أن نحافظ على هذه السلالات النادرة من الصقور، كيف نحافظ عليها، نعيد أيضا تكاثرها، لأن لاحظنا في الأعوام السابقة أو السنين الماضية يعني انقراض هذه الصقور، والله الحمد شفنا نتائج كبيرة من خلال إقامة هذا البرنامج برنامج هدد، بالإضافة أيضا إلى أن نساهم في أو إسهام ريادة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على البيئة والتوازن البيئي بشكل عام. برنامج هدد هو الضالة اللي يبحث عنها جميع من يقدر ويحب هذه الهواية في 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 دولتنا، والحمد لله رب العالمين نشكر القيادة على هذا الدعم اللامحدود للصقارين وللصقر بهذا البرنامج. ضالتنا اللي كنا نبحث عنها، كنا نشوف الصقور تنقص وتقل أعدادها من مخاطر البيئية الموجودة ومن الطرح الغير مستدام، وبذلك حصلنا على هذا البرنامج. نشكر القائمين عليه صراحة، نشكر القيادة على هذا الدعم اللامحدود في دعم هذا البرنامج، دعم المراقبين المتعاونين فيه، دعم المشرفين. أصبح الآن يعني كل ينظر إلى هذا البرنامج بنظرة يعني احترام وتقدير ووعي انتشر بين الصقارين وبين المهتمين بهذا الصقر. وبكذا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، أجمل التحايا وطبعا نشكرهم على حسن المتابعة. التحايا مني أنا رؤى ريان ولبنى عبد العزيز وفريق برنامج سيدتي، نشوفكم بكرة في نفس الموعد. في أمان الله.